ليلتكم زينة. ليلتكم زينة، أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي ربما اختارت الليلة أنها تسهر معنا على القناة الوطنية الثانية في برنامج الاجتماعي الناس حوال. معنا ثلاث حكايات، حكاية شاب من الناس اللي اتعرض للاغتصاب في سن مبكرة وتبدلت حياته تماما، لكن وحكاية امرأة مسؤولة على أربعة صغيرات دون سند وتلوج على حل، وحكايتنا الثالثة حكاية زادة امرأة تلقى روحها متهمة في قضية قتل. تفاصيل الكل نكتشفوها تباعا على امتداد توقيت حصتنا الليلة إن شاء الله ساعة ونص، يعني من توا حتى تقريبا للعشرة ونص تجموا تقعدوا معنا، تجموا تنورونا وتفهموا الحكايات الكلها. وسائل الاتصال معنا الكل تشوفوها على الشاشة، تعرفوها حفظتوها، وأنا زادة حفظتها عن ظهر قلب، هذاك علاش ماذا بيا كان تتعدى مباشرة على الشاشة. وأي إنسان عنده نية باش يشارك مرحبا بكم. حكايتنا الأولى كما قلت حكاية شاب كان عايش بطريقة عادية لكن تعرض للاغتصاب في سن مبكرة وتقلبت حياته. التفاصيل نشوفوها من خلال ريبورتاج وراجعين. تفضل. ولدك على ما تربيه مثل اللي تعودنا بيه، لكن ينجم الإنسان يخالط عباد ويدخل في متاهات كبيرة على صغر سنه وتأثر على سلوكه وتقلب حياته 180 درجة. وهذا اللي صار مع شاب تعرض للمشكلة كيف كان عمره 6 سنين، لكن تأثيراتها قاعدة تتبع فيه حتى لنوصل لسن الشباب. زعما شنو اللي صار له؟ كنت نعيش عادي مع دارنا، وأنا عمري 6 سنين، يعني تعدى عليا واحد في حومتي ديما يقول لي يعني ما تعود حتى الحد، راني أنا نقول لهم فهمت اللي لقيته مع شكو، يعني هو باش يبعد الحكاية هذيك على روحه. أنا مشيت في دمي بقصار باش نكذب عليه. من بعده هو وليت مع ولاد حومتي، حبيت نولي يعني امرأة، وليت نسبق حتى في دارنا قد ما تضربت وقد ما حرقوني، يعني لتوا يعني أثر الضرب الواحد عندي في بدني ما نحيتهاش. كنت يعني نحسر في حواجبي، كنت نسبق في شعري ماش روي من عمري 16 سنة، وليت دخلت يعني للحاجة هذيك بالقوى، نخليهم يرفضوا العشرة يعني نمشي ونخدم وحتاكس للأربعة للستة متاع الصباح على الفلوس، ونروح نخلص مينا نخلص ضونا نشري لهم الحاجات نوكل فيهم، وما غير ما يسألوني وقت يسألوني نقول لهم هاني نخدم في باتسيري. من حكايتي أنا نحب نوصل يعني ميساج للوالدين الكل يردوا بالهم على صغيراتهم ويمشيوا معاهم بالخطوة بالخطوة، ما يقصيوش عليهم، خاصة يصحبوهم باش ينجموا يحكي لهم ايش عندهم. مرحبا بيك، تفضل. شنو الاحوال؟ زارتنا البركة سيدي، شنو الحكاية؟ الحكاية بدت معايا من اليوم 6 سنين. كيفاش؟ انا بحكم يعني كنت اشبايب من اللي انا صغير بطبيعتي، مع حمص في الحومة فهمت ولا لا، نمشي ونجي فهمت ولا. مرة قال لي قلت له يعني فما كلام ما يتقالش في التلفزه باش نبداو واضحين. يعني صار الاعتداء هذا وعمرك 6 سنين من قبل الحماس. قبل الحماس ايه. من بعد شنو اللي صار في روحك في نفسيتك في بدنك، وشنو اللي صار في حياتك في 6 سنين للتو؟ من بعد هو يعني بديت مع اولاد حومتي، عرفوا واحد يقول للواحد واحد يقول للواحد. لكن قبل ما تبدا ممارسات هذه المثليه الجنسيه مع اولاد اخرين في الحومه، بعد ما انتقلت الفكره انت بعد التحرش اللي عشته وعمرك 6 سنين مازلت طفل ماكش فاهم حتى شيء، شنو التساؤلات اللي طرحتهم مع ذاتك؟ كيفاش وليت تشرب بدنك؟ شنو علاقتك مع بدنك؟ شنو كنت تقول لروحك؟ حكيت لعائلتك والا لا؟ لا ما حكيتش لدارنا. اول حاجه نخاف، خاطر كان بابا صعيب برشا. بابا كلمه يعني اقص، علاش؟ على خاطر كان كما نحن نقولوا صعيب في دارنا، كان عنده يعني صاحب محنه فهمتني، ما نقدروش يعني نحكيو معاه جمل. محنه ديما شراب وديما ديما سهريات لبرا، وكان شي سيد في الدار، ما تنجموش تتكلموا، ما تنجموش تتناقشوا، ما تنجموش تتحاوروا في حتى موضوع. هذيك هي مشكلتي انا، كان جيت لقيت بابا ولا امي يسمعوني
راني مانيش في امك ما ثقت بحتى شيء، فقدش باشارات علامات اللي هي غريبه ربما لا. عليك وعلى نفسيتك؟ لا لا، خاطر مش من الطبيعي انك كطفل تتعرض الى تحرش جنسي وتمارس حياتك بطريقه عاديه. لا ما شقتش بيا، كان اختي. اختك الكبيره الصغيره؟ الكبيره. كيفاش فرقت بك؟ شنو الاشارات اللي قالت لك اجى لهنا؟ شنو اللي صار؟ انا مشيت حكيت لها، قالت لك قلت لها راني صار لي هكا وهكا. وانت عمرك 6 سنين؟ ايه. وهي وقتها سامحني قداش عمرها اختك؟ كبيره بخسك 22 سنه. شو قالت لك؟ قالت لي شكون؟ قلت لها لا ما نقولش. عطتني تريحه. قلت لها انا لا ما نقولش. فهمت ولا لا؟ ويعني طلبت منها، قلت لها صدقني كان نتعود البابا ولا الامي نقتل روحي. وانا فكر السن هذيك السنه الاولى كرهت، يعني كما نحن نقول خفت، اما زاد كرهت روحي. علاش؟ اي علاقتك بروحك ببدنك بحياتك شنو اللي صار؟ وانا صغير ولا وانت 6 سنين؟ خلينا نبداو خاطر هذيك اللي عمل ما نعرفش في حياتك من بعد. انا ملي صغير يعني كما نحن نقولوا عندي التمييل نمشي، فهمتي ولا؟ اللي كي الطفله نقعد كان قاعده تنسى بلغتنا اخرى، نقعد كان مع امي مع خالاتي مع عماتي، وتبدو نسى في الحومه نقعد معاهم. ملي انا هكاك صغير، اما شنو نقعد مع خواتي رجال مستحيل. وخواتك الرجال شنو كان موقفهم ربما من التصرفات هذه نتاعك وانت صغير في سن مبكره؟ ما كانوش يجبدوك ليهم؟ لا لا، ما كانوش ماخذين الحكايه على محمل الجد وقت؟ لا لا عادي. بعد الحكايه هذيك وبعد التحرش وانت في عمرك 6 سنين، دونك تشاع الاخبار والا شاع الاخبار في الحومه، وشنو اللي صار فيك انت وفي حياتك؟ مارست هكاك يعني علموا بعض اخواتي، فهمت ولا لا؟ وترايح ترايح ترايح ما نخرجش من الدار، رغم هكاك ونمشي نقرا، فهمتي ولا لا؟ ونروح عادي، لكني ساعة نقول لهم راني باش نمشي بحدا اختي مبات، وانا نكلم اختي نقول لها راني باش نخرج نسهر، ناخذ من عندها لبسي ونخرج نسهر. اختي كانت على علم؟ ايه. وما رجعتكش؟ علاش؟ هكاك اكيد فما سبب. فما هو ما اللي هو اللي هي يعني عايشه مع انسان، فهمت ولا لا؟ مش بصفه قانونيه، فهمت ولا لا؟ في علاقه غير شرعيه. علاقه غير شرعيه. لو كنت كنت تغطي عليها وهي كانت تغطي عليك، هذه هي العلاقه اللي كانت ما بيناتك؟ كل صراحه. كل صراحه كل هذه. به دونك انت من هذيك من التحرش الاول دونك وليت عيشه، وليت ممارسات، وليت حب اطلاع واكتشاف الوضعيات، الناس، الحكايات، شنو هو اللي عمل في نفسك وخاصه انك وصلت لسن المراهقه؟ كي نحكي على 12 13 14 16 سنه. اوكي. 14 سنه ولت البدايه نتاعي قويه برشا. كيفاش؟ استدعانا الاستاذ نتاعي، الاستاذ العربيه. بدون ذكر اسماء. اي، الاستاذ العربيه على اساس عندنا يعني احتفال. بقيت نستنى، قلت له مسيا يعني وين الزملاء وين هتلاند؟ قال لي لي راهو اليوم خاص بيا انا وياك. بكل صراحه حط فيديو، ما حنش ندخلوا في التفاصيل. يعني التحرش الثاني كان في عمرك 14 سنه. وشنو اللي صار فيك وقت كانت الصدمه الثانيه من قبل مربي مع التحفظ ومع انه مش المؤطرين الكل والا المربيين الكل، لكن هذه استثناءات لا. وهذه حوادث ربما تحدث، وهو اللي هنا موجود باش يحكي الحكايه نتاعو مع التبجيل، مع الاجلال، مع الاحترام لكل المربيين اللي قاعدين يقوموا بوظيفتهم بكل صدق. هذا قوس ونسكروه. دونك بعد ما صار التحرش من قبل المربي وفي عمرك 14 16 سنه، 14 ولا 16 قلت لي؟ 14. به شنو اللي صار من بعد؟ من الاول قلت كرهت روحك في ال 14 سنه، شنو كانت علاقتك مع روحك؟ شنو وقت اللي تحكي مع روحك مع ذاتك شنو اللي حسيت؟ شنو اللي تبدل؟ وليت نخمم مادام الحكايه هذيك ولت فيها فلوس ولت فيها يعني جو، لكني انا كما نحن نقولوا نستنى يعني وقتاش تكمل الحكايه هذيك باش نقوم. يعني لقيت فيها وليت بالفلوس الحكايه؟ بالفلوس. يعني فلس. علاقات جنسيه مقابل اجر؟ مقابل اجر. يتم التفاوض على اجر مسبقا
وانت تفرض شروطك على الطرف الاخر والا كيفاش تتم العمليه؟ لا مبدئيا لا، مازلت يعني كيما نحن نقولوا مازلت كي بديت المشوار. بديت، اما مثال اللي يقول لي مبلغ كذا نقول له ما فما حتى مشكل، فهمت ولا؟ ومحليك ومازينك ومحلى مشيتك ومحلى بدنك وكذا، فهمت ولا؟ من الكلام هذاك وليت نبني عليه، وليت نطول في شعري، وليت نصبغ، وليت نعمل حوايجك. كيفاش تصبغ وكيفاش تعمل حوايجك وكيفاش وكيفاش تلبس الحوايج نتاع النساء، كيفاش تخرج تجذب الانتباه، يعني هذا الكل عشته وعن قناعه في السن هذيك وانت مقتنعه. على قناعه نصبغ نعمل حوايجي، صحبت حجامه فهمت ولا لا، نمشي لها تلقى لي اموري كل باهي. وعائلتك من هذا الكل؟ عائلتي من هذا الكل ما في بالهمش. كي تخرج وتلبس وتصبغ شعرك اكيد الشعر باش يتبدل وباش تخرج وتدخل على دارك وبالنسبه الشعر يعني في البريود الاولى انوار، اما نجبدو وكي نروح للدار فهمت ولا لا نبلو ما يفيقوش بيه. اما ملي عمري 16 سنه ما عادش عندي، ملي توفى يعني الوالد فهمت ولا ما عادش فما حتى رد عليك؟ ما عادش، وليت نصبغ عادي، نلبس نخرج من حومتي عادي، ما عادش فما سلطه ابويه وما عادش فما خوف من اي حد في الدار. جمله. ورغم انك عندك ثلاثه اخوات رجال. لا ثلاثه اخوات رجال، هي زوز معاقين ذهنيا اعاقه تامه. وزوز عندهم اعاقه لكن مش ذهنيه، لكن يستوعبوا ويحكوا معاك ويقعدوا معاك لكن في ساعه ما يتبدلوا. وامك وضعيتها؟ الوالده وقتها مريضه نفسانيا، وقت مريضه نفسانيا اول ما مرضت عليا يعني كي لقيتني مع شكون. خذيت صدمه كبيره. خذيت صدمه وليت تداوي في الرازي؟ تداوي في الرازي ايه. ما تقبلتش الفكره انه ولدها اللي هو ولدها اللي ولدها وانا الصغير بالكل وسمتني على اسم بوها على خاطر تحبه برشا فهمت ولا لا؟ تلقاها في الحاله هذيك. ولتوا امك مريضه ولا تحسنت نسبيا بالدوايه؟ لا لتوا. ما تحسش بالذنب مع امك مع اخواتك مع عائلتك؟ برشا برشا، صدقني برشا برشا. شنو تقول لها امك انت تفرج فيك؟ ديما نقول لها سامحني هذيك وانا غلطت. قداش من مره نقولها يعني كي ما جاتش لقيت روحي انا قدام امر واقع اللي انا باش نصرف واللي انا راني داويت روحي ما كل العام، ما نخليش يعني روحي حتى لوين نوصل للعمر هذا فهمتي؟ انت تبنيت ربما الطريق الساهل والا اعتمدت الطريق الساهل على خاطر كنت تجيب في برشا فلوس وكنت تخلص الضوء والماء وتصرف على الدار في ظل الوضع الاجتماعي نتاع داركم. كنت نخلص على دارنا سواء في الدواء في الماء في الضوء في الماكله ونخلص على روحي باش نكمل قرايتي، دخلت نتعلم في صنعة. شنو الصنعة اللي تعلمت؟ الحلويات. اي ولا الحمد لله تحصلت على الشهادة نتاعي في صنع حلويات أوروبية وتونسية وشرقية وطبخ تونسي أوروبي وشرقي، لكن المجتمع ما قبلنيش. وخرجت خدمت؟ خرجت. لكن شنو اللي صار؟ خرجت خدمت في باتسيري كبيرة معروفة من غير ذكر أسماء. إيه. شنو اللي صار؟ صار لي مع العرف. اعتداء جنسي من قبل العرف. فهمتي ولا لا؟ ربما ما تحملش أنت المسؤولية في هذا الكل، في انك تجلب الانتباه نتاع الناس، تخلي الناس سامحني تطمع فيك. انت اللي تواطئ مع المصير نتاعك، انت كنت طرف في مصيرك. لا والله، والا المجتمع والدنيا سلط عليك الوضع هذا الكل. الدنيا الاكثريه والبطاله الاكثريه مش نكذب عليك، والحال اللي انا نعيش فيه في دارنا يعني تصور انت قبل كنا سته اولاد زوز بنات وامي وبابا في بيت واحد. بفهم تليفون ما نعرفش كريمه كان وحاضر ماذا بيه كان ناخذه. حاضر التليفون. الو مرحبا. الو عسلامه. اي عسلامه مرحبا. الصوت بعيد برشا ما نعرفش. سي منذر العافي ممثل وزاره التربيه معانا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. اهلا وسهلا مرحبا. ليلتك زينه، شكرا على تدخل معانا الليله في الناس احوال. مرحبا بيك، اهلا وسهلا واهلا بكل المستمعين. يعيشك سيدي، ماذا بيا كان تقوي شويه في الغتور لبنى خاطر مانيش نسمع مليح في الصوت، لكن على امل انك تسمع فيا مليح. سي المنذر كنت تسمع في الشهاده نتاع الشاب التونسي هذا اللي للاسف تعرض الى تحرش جنسي في سره وتليه تحرش اخر من قبل مربي. حاولنا انه للمصداقيه وللحياه نقولوا ونرفعوا الاساتذه والمعلمين والكوادر والاطار التربوي على كل هذه الممارسات
شاذة، لكن ما نجموش زادا ننكروها نقولوا انه ربما يكون موجود. في حال انه يكون هالممارسة هذه موجودة، كيفاش نجموا ناخذوا حق صغيرنا؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، كيفاش نجموا نحميوا صغارنا من مثل هذه الممارسات في المكان المقدس اللي هو المكان التربوي؟ اهلا وسهلا بك. احنا الشيء مؤسف انه نسمع مثل هذه الحالات المرضيه والشاذه في مجتمعنا، وخاصه انه هو تعرض للتحرش وهو طفل 6 سنين، مرحله هشه وصعبه. لكن عندما نتحدث عن اعتداء مدرس على تلميذ، وهذا شيء معناها غير شائع او غير منتشر في بلادنا، لانه المدرس هو مربي، والمربي هو من يتحلى بالاخلاق الفاضله ويحترم قدسيه المؤسسه التربويه، والمربين عودونا انهم اهل التربيه الفاضله واهل لحمايه ابنائنا. واللي وقع ربما من قبل احد المدرسين هو عمل شاذ وعمل لا يمثل المدرسين اطلاقا ولا يمثل المنظومه التربويه. اكيد. لكن في صوره ما وقع، لكن في صوره ما وقع حدث من هذا النوع، شنو الاجراء اللي على الولي انه يتخذه باش يحمي طفله باش ياخذ حق طفله؟ الاجراء اللي على الولي، مش حتى على الولي، على المؤسسه التربويه انها تحمي، اولا انها تحمي الطفل لا قدر الله اذا وقع له الاعتداء، انها تحميه وتحيطه نفسيا، وانها اولا تحيطه بالسريه الكامله، لانه تعريضه ربما او تشهير به ولا التعريف بوضعيته في المؤسسه التربويه ربما يزيد يعقد له حالته. أن تحيطه بالكتمان التام، ثم تحيطه بالرعايه النفسيه، لانه المؤسسه التربويه في الحاله هذه محمول عليها انها ترعى التلميذ داخل المؤسسه وحتى خارج المؤسسه باعتبار انه تعرض للاعتداء. لكن احنا نحاولوا حتى قبل ما يقع الاعتداء نحاولوا الاحاطه بكاميرتنا، ونحاولوا ان يكون الفضاء التربوي فضاء معناها لائق وملائم للتواصل الايجابي بين جميع الفاعلين في المؤسسه التربويه، بين اعضاء المؤسسه التربويه. نحاولوا ان الغرباء على المؤسسه التربويه ما يقتحموهاش ما يدخلوهاش. هذه كلها اشياء ربما يكون مشترك، عمل مشترك بين المؤسسه التربويه وبين الاسره وبين العائله. والعائله لابد ان تكون ملازمه وملاصقه للمؤسسه التربويه. هنا نوجه دعوه لكل الاولياء انهم يتواصلوا ايجابيا مع المؤسسه التربويه ويحسوها بكل الجزئيات اللي يتم اولادهم، باش هكاك المؤسسه التربويه تكون عندها علم لا قدر الله في وضعيات شاذه ولا وضعيات معناها تهدد السلامه النفسيه والسلامه الصحيه والسلامه الجسديه لابنائهم، تحيطهم علما، باش هكاك الوزاره تتخذ الاجراءات اللازمه والفوريه والضروريه لحمايه اطفالنا من كل اعتداء ومن كل فاحشه ومن كل جريمه يتعرضوا لها، وكل اعتداء على نفسياتهم وعلى صحتهم النفسيه. واضح. شكرا لك سي المنذر العافي ممثل وزاره التربيه على هذا التوضيح وعلى هذه المداخله الصغيره بخصوص هالموضوع هذا. لكن نرجع مره اخرى ونقدم تحيه احترام واجلال لكل المربيين ولكل رجالات ونساءات التربيه والتعليم الابتدائي والثانوي والاكاديمي والجامعي، وفضلهم كبير على كل الاجيال في تونس. نرجع لك سيدي، دونك حابين لهنا يكون قوس ربما للتوعيه للارشاد للنصح لكل الاولياء، كيفاش يجموا يتعاونوا مع صغيرهم، كيفاش ربما يفيقوا لي ثم حاجه ما هيش عاديه، وحتى زاد في الوزاره الاجراءات اللي اتخذها باش تحمي التلامذه من المؤطرين اللي ربما يكونوا شواذ وهي حالات استثنائيه. به انا حبيت نحكي زادة في هذا الإطار على بقية الاعتداءات اللي ربما عشتها واللي زادت عملت منعرش أكبر وخليتك تدخل في المجال أكثر وأكثر وبنقمة كبيرة. هذيك الصدمة الكبيرة اللي من بعد كل المرحلة الأولى والثانية ما تتحسبش قدام الصدمة الثالثة. واحد شيخ يعني معروف دون ذكر اسماء، ايه في بحذانا غديك جاي ويحكي معايا وعلاش هكا وربي هكا ورسول الله يقول هكا ويقول هكا ويقول هكا عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام علاش ما تتوبش وراو الموت قريب منا وراو كذا. في الحومه نتاعك؟ في حومتنا بكاني يعني صدق،
وأول مرة نحس بكلام إنسان ينصحني، على خاطر ما لقيتش ناس يعني تاخذ بيدي وتنصحني وتقولي هذا ليه وهذا ليه وهذا ليه. قلت له المطلوب من إقالي يعني لقيت الإحاطة، لقيت من يستوعبك، شكون اللي يجم ربما يلملم الجراح متاعك الداخلية اللي ظهر متاعها زينة وزهو وترب، لكن من داخل فما انكسارات وفما جروح، ولقيت شكون اللي ينزل على الجرح ويقول لك ارجع وتوب وتبعت اثنين وشنو اللي صار؟ لكن الصدمة قلت لك اللي خذيتها منه هو، سمعت كلام وهزني وراني كيفاش نغسل وكيفاش نتوضا كيفاش نصلي، ما نفارقوش فهمتني، وهو ولا يقوم يعني بدارنا بعيلتنا في كل شهر يعني مبلغ مالي مدهولي باش نجم نصرف. يعني انت تبت لربي وما عادش تمارس في المهنه هذه ولا هو يصرف على الدار؟ ايه. قداش دامت الحكايه؟ هي من 2008 حتى 2010 فهمت ولا سنين. كانت العلاقه طبيعيه طبيعية مرتاح؟ اصليت في وقتها عمل لي تليفون يكلم فيا يعطي فيا في دروس فهمت ولا لا في دار وغاديكا. بكل صراحة يعني عشت أحلى أيام مع حياتي معه هو. شو اللي حسيت بالطمأنينة بالراحة؟ برشا برشا. اللي كنت تلوج عليه سلطة البو احترام البو، إنه عندك قلب حنين تجم تتك عليه، عندك شكون تستشير وينصحك يرجع كل شيء كل حاجة حتى نخمم فيها باش نرجع ونعملها نجي نقولها له، راني خممت هكا وهكا وراني صادفت هكا وهكا وهكا فهمت ولا لا، وحطني في خدمة وراني هكا وهكا فهمت ولا يقري فيا. لكن في 22 مارس شنو هو التاريخ هذا؟ شنو يمثل لك؟ هي أسوأ حاجة في حياتي خاصة الشهر هذا مارس. مارس 22 مارس قداش؟ 2010. شنو اللي صار؟ صار جاي قال لي فلان ما تحبش أنت كما كان ما يتقالش في التلفزة راهو. مع احتراماتنا لكل المشاهدين حاجة واضحة. ايه ما تحبش يعني ترجع ذكريات الماضي؟ انا في بالي اختبر في ايماني فهمت ولا لا. قلت له لا مادام ربي تاب عليا على يديك انت ما نحبش. قال لي داكو مشي حضر الفطور كالعادة، جينا نفطروا جي كالعادة. من بعد ما لقيت روحي كان دونك التاريخ هذايا بدل منعرج برشا. وشنو كانت ردة الفعل متاعك بعد الحادثة هذية؟ متاعي أعطاني 70 دينار. خرجت أول ما خرجت من أحذيه مشيت ما نكذبش عليك، صبغت شعري عملت حواجبي ورجعت بقوة أكثر من اللي كنت، أكثر من اللي كنت. خلينا نشوف مع بعضنا الروبورتاج هذايا اللي من خلاله نفهموا ونشوفوا رأي الدين في المثلية الجنسية، فإمكانية أنه الإنسان يتوب وإلا لا، كيفاش الدين الحنيف والإسلام يقول وينصح ويرشد بخصوص هذا الموضوع المثلية الجنسية. التفاصيل مع الشيخ إبراهيم الشايبي، تفضلوا. الإسلام يرفض التشبه بالنساء لما فيه من خروج عن الفطر السليمة وخروج عن الفطر السوية، فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال وبالرجال بالنساء، فهذا مرفوض وهذا مرفوض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفطرة لا تبديل لها وجعل لكل خاصياته ولكل ميولاته، فالتشبه بهؤلاء أو التشبه بالنساء هو خروج على الفطرة السوية وهو ميل عن الاعتدال وهو شذوذ نفسي. فالخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها هو انحراف حقيقة، وهو شذوذ في الفكر وشذوذ في الممارسة، وجب التعاطي معه ووجب علاجه نفسيا وأدبيا وقانونيا، ووجب الرجوع إلى صحيح السنة وتعليم الإسلام الحنيف الذي يمنع مثل هكذا ممارسات. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وأخذ خاتما من ذهب وقال هذان حلال على نساء أمتي حرام على رجالها، ولذلك حتى يكون لكل من الجنسين كينونته وزينته وما يليق به وما لا يليق، حتى لا يصير مثل هذا الخلط في المفاهيم وحتى لا يتميع المجتمع.
باب التوبة يبقى دائما مفتوح، ولا أحد يملك أن يوصد باب التوبة في وجه أي أحد. فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. فمهما كان الذنب ومهما عظب الذنب، فالله سبحانه وتعالى يقبل بتوبته التائب، التوبة النصوح النادم على ذلك، الذي لا يرنو الرجوع إلى هذا الفعل وليست له رغبة في تكرار ما وقع فيه. ويعني التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عندك النية باش تتوب، باش ترجع للصراط المستقيم، باش تعيش حياة عادية، شكون اللي عاود بنا فيك الأمل من جديد باش انك ربما تبني حياة عادية بعد كل الصدمات هذه؟ بعد كل الصدمات هذه اتعرفت على رئيس الجمعية. جمعية شنية؟ جمعية الخيرية التنموية الوطني. مشكورة مدام فاطمة حجاج، فهمت ولا؟ شو اللي قالت لك؟ شنو اللي رجعت لي الثقة فيا؟ شو قالت في روحي؟ قالت لي يا فلان، قالت لي مش خايف من عقاب ربي؟ قلت لها الكلام هذا عبيت منه برشا شكاير وما نحبش نسمعه. قالت لي خلينا توا من الدين نحكيو بالامور العقلية، مش كناوي باش تصلح روحك باش تبني عيلة؟ باش قلت لها باش نبنيها انا العيلة بالبطالة؟ درفت المجتمع اللي انا كل خدمة نمشي لها نلقى فيها يعني ناس باش تطمع فيها؟ قلت لها مستحيل. قالت لي لازمك تصلح من روحك. قالت لي انا نقف معك. قلت لها باش، انا دارنا تستحق يوميا في الماكلة في الشراب في خلاص الماء في خلاص الضوء. قلت لها انت ورغم يعني ظروفها القاهرة في الجمعية صدقني يوميا تعاون فيا على الماكلة، كي تجي الفاتورة متاع الضوء فهمت ولا خلصت هالي مشكورة صدق يعني نشكرها برشا برشا برشا. وخلف يعني حاولت مسكينة باش تتصل يعني بطباء نفسانيين لكن غالي يعني 50 دينار. انت حاليا عندك استعداد انك تتوب، انك تبرأ، انك تبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة؟ بالطبيعة انا ما جيت ذات ذات ذاتك عندك استعداد انك شخصي تبدل وجهة حياتك تماما تماما. علاش؟ علاش؟ على خاطر كل عمرك انا توا 28 سنة. علاش وصلت للقناعة هذه في العمر هذا؟ على خاطر بكلام وتوجيهات مدام فاطمة، على خاطر هي الصدق يعني ركزت لي على نطاق يعني نقاط حساسة برشا. بسمحني علاش انت قعدت تستنى في شكون يجي وجهك ويأطرك؟ علاش ما كانش مش من قرار ذاتك ربما انك تهرب تكره المجال هذاك؟ على خاطر المحيط اللي انا عايش فيه في دارنا ما فهمش شكون، مع شكون مش تحكي؟ مع زوز ثلاثة معاقين في الدار، امي وزوز اخواتي والعباد اللي انا من صحبهم كان يعني نفس الحالة متاعي واكثر، سوى من نساء سوى من رجال، فهمت ولا لا؟ مع شكون مش تحكي؟ فما شكون مع شكون تحكي؟ هشام الشريف بحث ودكتور في الجنسانية البشرية، مختص في علم الجنس والسلوك الجنسي، معاك افيد يجي يحكي. شنو الاحوال؟ الحمد لله. مشكور سيدي على قبول الدعوة. يعيشك أنا تحت. كنت موجود. يعيشك سيدي، كنت موجود في الكواليس كالعادة، عندك فكرة ملمة نسقنا قبل لكن انت وزدت سمعت. نعم. دونك أنا أول حاجة نجم نسألها، ما معنى المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي؟ وشنو هو الحوافز وإلى العوامل اللي تخلي إنسان عادي يعمل ديفياسيون وإلا منعرش ويعيش اللي عاشه السيد هذا، راجل وإلا مراكب؟ هو فما فرق بين المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، كل حاجة في تاريخها. حاب نأكد على حاجة أخرى ربما ما فهمهاش مليح أخونا، أنه في وقت من الأوقات لعب دور الترافيستي، يعني إنسان اللي يلبس لبس المرأة ويتزين كي المرأة ويصبغ شعره، يعني معناه مرأة في معناه في شكل رجل. هنا نحب نقول حاجة، أنه فما ناس ما همش مثليين
وما همش مثليين يعني ما همش مثليين ويشتغلوا هذه شغل الترافيستي باعتبار انهم دخلوا لهم فلوس ويسترزقوا منها معناها لكن الشغل هذايا يكون نابع عن خلل نفسي والا عن عناقه على العلاقه سامحني للربح فما زوز معناها أوجه الوجه الاول اللي يكون ناتج عن خلل نفسي وخلل مثلا في سلوكي اللي كما يحكي هو بكري سمعته يقول انه تربى في حجر نساء دونك خذا عديد من الطرق اللي استعملوها النساء وهذا خطا كبير وهذا يلزمنا ننصحوا الاولياء انه لما يشوفوا اولادهم اذا البنيه تلعب مع الاولاد مثلا يحاولوا يخليوها تلعب مع البنات اكثر واذا الاولاد في وسط البنات ويشارك البنات اللعب نتاعهم ولا ياخذ حوايج امه مثلا يلبس التماقها وصباتها ويحط الساكامه نتاعها يمشي يعني ضوء الاحمر شعل اشارات يلزمنا نفركسوا شنو الحكايه نفركسوا شويه ونتلو به ونتبعوا دونك فما النوع الاخر اللي مثلي معناها هو عفوا النوع الثاني هو الانسان العادي اللي ماهوش مثلي لكن يستعمل في شيء هذا باش يسترزق به وهذا نشوفوا فيها في كان نشوفوها كثيرا في كنشوفوها في التلفزيون في بعض القنوات الاجنبيه انا يستعملوها خاصه المغنيين معناها تشوف تلاحظ على المغني انه فيه نوع من طريقه للاشهار لبيع اسم وماركه معينه يعني كما في الغناء كما انسان اخر باش يبيع الجسد نتاعه وعلى الاسف هذا صار مع اخونا انه لقى الطريقه الوحيده هذه باش يسترزق منها ويدخل منها هو باش يقوم بنفسه بعائلته نظرا للظروف الاجتماعيه اللي عاد به وهنا نحب ناكد انه لو كان بوه فاق من الاول صغره وكان معاه حنين وامه كيف وقفوا معاه من الاول ما كانش يوصل للشيء دور العائله مهم برشا مهم جدا حتى حكي على غياب العائله وعلى سلطه العائله وحكي على انه وقت اللي يلقى شكون اللي ينصحه والا يحاول يتقرب منه باش يقول له راهو رد بالك والا هكا يمشي ويتبع الثنيه لكن طبعاً. للاسف يلقى كان خيبه الامل ولهنا زاد اختيار الاشخاص اللي دورهم بيك ودخلهم في حياتك هنا اي انسان يلقى سند ليه كيك سواء من العائله من خارج العائله من الاصدقاء من المجتمع من غيره من الجمعيات كما كان يحكي يلقى عنده قابليه انه يتبع ويواصل ويخدم مع نفسه باش وبانتباه طبعا ويخدم مع نفسه باش يتحاول يخرج من المشكل هذاك هو سامحني يحب يخرج من المشكل يعني إذا هو يقدر يبرى والا لا يجرم إذا هو يرجع لحياه عاديه شوف باش نبدا واضح احكي معك المثليه الجنسيه مش كما قال ربما رأي الدين حاجة أيه؟ رأي العلم حاجة أخرى رأي العلم أن المثلية الجنسية منذ 98 معناها المنظمة الدولية للصحة والجمعية الدولية للصحة الجنسية ما عادش دارجين المثلية الجنسية كمرض المثليه الجنسيه ما عادش مرض ولات سلوك اي انسان نجم لكن هذايا المبدا مطبق خاصه في المجتمعات الغربيه وباقي يحاربوا باش يفكوا حقوق لكن احنا مجتمع عربي مسلم دين فما ضوابط فما قوانين واضح وبالتالي ما نجمش نغطيو عين الشمس بالغربه نعرف مجتمعنا موجود فيه ناس كيما هذوما ما نجموش نسميهم مرضى بصراحه من 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 منطلق علمي من منطلق ديني هذاك حاجه اخرى معناها رجال الدين وعلماء الدين هم اللي يفسروها احنا نحكيو تويكا منطلق اكاديمي علمي بحت علمي هو يحب يبرى ويحب يرجع لحياه عاديه ممكن ولا لا اذا هو يعلن انه يحب يبرى ويخرج من الحكايه هذه يلزم معناها الفولونتي تكون عنده هو انا باش نجي نقول له اجا نبريك ما نجمش ممنوع عليا هو عنده استعداد وهذاك علاش هو موجود عنده استعداد ويقول انا نحب نبره وقتها انا نجم نخدم معاه ونتعالج معاه ونتعامل معاه انت عندك استعداد وعندك قناعه انك تبره تخرج من كنف الحياه اللي عشت فيها على امتداد تقريبا 30 سنه وتحب تبدا صفحه جديده وحياه جديده هذه حاجه واضحه انا ما جيت لهنا وتقدمت وحكيت الا انا عندي نحب نبدل الشخصيه اللي كانت فيا للشخصيه العاديه اللي نحب نعيشها كاي شاب نشوف فيه بناء على الراي والموقف هذا شنو تنجم تقولوا نجم نقولوا انه نجموا نتعاملوا معاه ونجموا ينجم يثق فينا باش نحاولوا نخرجوه مش نحاولوا مش نحاولوا وان شاء الله بقدره ربي انا واخصائيين اخرين نفسيين واجتماعيين ان شاء الله نحاولوا نخرجوه من المشكل اللي هو فيه ويرجع يعيش حياته عاديه لكن على شرط انك تكون مواظب في جلسات العلاجيه وتكون
مواظب في تحملك المسؤولية أنك قلت أنا نحب نخرج من الحكاية ما يجيش نهار بدل رأيك. بدل رأيك. لا. وعد. وعد. وعن قناعة. عن قناعة. وهذا قرارك وهذه حياتك وأنت حر فيها. باش علاش كي نبرة باش نرجم نولي نمشي ونخدم ونكون كما قلت لي مدام فاطمة باش نكون ونبني أسرة ونبني برشا حاجات. شنو تنجم تقول للناس اللي في نفس وضعيتك واللي ربما ضايعه وباقي تلوج على ثنية اللي الغلطة لا ثنيتها كل واحد حر في حياته انا عليا اني ننقل حكايتك هي حكاية انسانية في الاخر صحيحة غلطة مش عليا اني باش نحكم انا نقول للناس سواء اللي اغتصبوهم وبقاو والا اللي يستعملوا فيها استعمال فهمت يجيو ويحكيو حكايتهم باش المجتمع ما عادش ينظر لهم بالمنظور هذاك اللي انا عشته فهمت كيفاش خزر لك المجتمع وكيفاش كانت نظره المجتمع عليك في كلمه في كلمه ما تتصورش صدقني كجمر يعني سمعني امير ربما هنا الحاجه اللي ساهمت باش انه المجتمع ينظر له بالنظره هذه هو انه هو عمل لك سجل معناها عمل مجهود كبير كسرها من المجهود باش يظهر هو السبيها واللبسه وغيره هو خليت احنا هنا نحب نقول لك اللي انت راك تعرف ولازم تتحمل مسؤوليتك زاد انت في الشيء اللي اختلطته عن توعي نفس ما حتى حد ما اجبرك عليه نحب نقول حاجه اخرى مهمه جدا انه بالنسبة للناس هذوما اللي كيما خونا راهو من وتنجم تسولوا سؤال يعني من الناس اللي لما تصير عليهم العملية الجنسية ما يلقاوش لذة معينة في العملية هذيك ويمكن هو ينجم يأكد كلامي هذا صحيح؟ صحيح أنا كما قلت لك في كلمة على خاطر انتهى الوقت نستناه وقتاش يكمل باش نقوم باش نقبض فلوسي حكاية ربح لا حول الله يعني هو بيع للجسد إن شاء الله ربي معاك ربي يتوب عليك وربي يحلك البيبان والناس اللي ربما تمد يديها باش أنت تجم تبني أحياء جديدة ورؤية جديدة واضحة اللي تفيدك وتفيد العائلة اللي دايرة بك الكل تحياتي واحتراماتي ومرحبا بيك أنك جيت وحكيت حكايتك مرحبا شكرا لك دكتور هشام بارك الله فيك نتعدى مباشرة للحكاية الثانية واللي السؤال اللي يطرح نفسه بالنسبة لأي مرة شنو يكون إحساسها وقت اللي تكون عايشة مع رجل وعندها تبارك الله أربع صغيرات وتسمع بين ليلة ونهار إنها مطلقة وما في بالهاش الوضعية نتاعها الوضعية نتاع صغيراتها الصدمة اللي كانت عاشتها ووقع عليها وعلى حياتها وحياة أولادها هذا الكل نكتشفوه من خلال الروبورتاج الزواج مرحلة مهمة في حياة كل امرأة اللي تحلم بالاستقرار لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والمثل هذا ينطبق على امرأة تلقى روحها بالليلة ونهار في الشارع بعد ما كونت عائلة ولا عندها صغار زعما المشكل كانت هي السبب فيه وإلا الظروف هي اللي حتمت عليها باش تعيش في الشارع جاي يخطبني يعني رجلي يخطبني يعني وحده ما يجيش معاه أهله ولا حاجة في 15 يوم عملت فيهم ساين تاعي على اني العبيد وعلى الدخله والخارجه هكا وقعدت 4 سنين نستنى فيه هو يعني حتى اللي نكمل نروح وانا نخدم بعد عرسنا في حياتي زوجيه تعذبني شويه مره الاولى هو حكيته كلها نساء حكيته كلها يعني مع الشغبل وكي اخذني انا يعني في قبي انا وكنغطي فهمتني جبت ولادي والعنف والضرب ويضرب ياسر يعنف ياسر ويضربني يجيو دانا يرجعوني نحن عايشين في الدار فقط كان بروحي مطلقة يعني هبطني لتونس لهنا وبعد قال لي برا امشي جبت طليقة تلقى روحي مطلقة صدمة قوية برشا صدمة ياسر يعني توا قعدت لي في بالي توا يعني متأثر علي الحكاية ذي توا كيفاش عامل عمل لك هيك علاش عمل لك هيك ممكن نعاود حياة أخرى جديدة وماذا بيا بوهم تحية كبيرة ليك مدام مرحبا تفضل مدام مرحبا شنو الأحوال؟ زارتنا البركة ياسر شنو حكيتك؟ تحبك تحكيها على لسانك شنو اللي صار لك شنو اللي عشتو
عشت مأساة كبيرة برشا. كيف تتمثل؟ مع راجلي طلقني تلاقيابي. تلاقيابي؟ قبل ما نوصل للطلاق عرستوا عن حب؟ قصة حب لمتكم؟ عن حب عرس بيا يعني قربني يكون ليح اخذيني عن حب يعني ما فهميش يعني قديش بتصغار من؟ أربعة عندي أربعة صغار. أربعة صغيرات وقديش من عام قعدتوا معرسين؟ 13 سنة. في 13 سنة كان فما محبة مودة رحمة توافق ولا كان فما ضرب وعنف؟ خاطر حكيت على الضرب وعلى التعنيف وعلى العرك والمعروك في الأخر. في الأخر يعني كي نقولوا ثلاثة أربع سنين التالي ما عندهم حتى شيء نورمال يعني ما فماش مشاكل حتى شيء. شنو اللي صار ما جابش قلب حياته وباش خلاه يطلق مرته وصغار؟ الخلطة بمعنى خلطة مع كيفاش؟ مع شكون؟ مع نساء. مع نساء؟ كان يخون فيك مع نساء؟ يخون فيا. وكنت تعرف؟ فساعات نفيق بي ساعات وشنو يعني تعمل كي تفيق بيه؟ نخلي معناتها ما نكلموش يعني نقول طيب تصلح فهمتني طيب تصلح طيب يرجع لخاطر اولادي يعني نصبر انا فهمتني. انت كي كنت معاه قداش خانك من مره ومع قداش من مره؟ ديما وكنت تعيش هذا وتحس بهذا وتسكت وتفضل؟ نورمال نصبر خاطر صغار. على خاطر صغاري انا ولدي الكبير 12 سنه ربما السكوت نتاعك خلاه انه يتمادى اكثر واكثر. نقول طيب تصلح طيب يرجع لاولاده وما هو كان راجل يرجع يعني نورمال ما فما حد شيء وصابر خاطر في الغربه مانيش في تونس اختها فهمتني. انت فين كنت تسكن معاه؟ في جرجيس معاه وسكنت معاه سكنت المولوج يعني في تونس 9 سنين وبعد طلعت مع جرجيس وبعدها زي البلاد نتاعو هذيك نتنقل معاه بحكم خدمته فهمتني. يعني حامله الخدمه نتاعو وحامله كل شيء فهمتني. وبعد بدات المشاكل كي جبت ولدي يوسف الاخرين بدات المشاكل. شنو المشاكل والنوعيه نتاع المشاكل هذه؟ يعني دخلت في اسنا مره وحكيت الخلطه نتاعو برشا يعني والعنف والضرب. حاولتوا انكم تدخلوا اطراف من العائله باش تتدخل بالصلح وترجع دخلوا برشا دارنا دخلوا اخواتي يعني فهمتني رجعوه قولوا له ولدي مرتك سايبه عليك صغيراتك والكل لكن وبقي هو بقيت مادة يعني فهمتني. وانت كنت ساكتة؟ اي ساكتة انا ساكتة نقول طيب تصلح طيب ربما كنت انت طرف في الواقع وفي العيشة اللي انت وصلت لها على خاطر سكوتك هو اللي وصل لهذا. كان ربما اخذيت موقف معاه كان حاربت كان نضلت كان قلت له لا ما نقبلش اني نكون انا ومرأة اخرى ند للند في حياتك ربما اخذيك بعين الاعتبار وكانت عندك فرصة اكبر باش تعيش انت وولادك. سكوتك ربما ما يكونش هو السبب. لا مش سكوتي مش يعني سكوتي اللي خليته يعني ماذا في الحكايه هذيك حاجه في نفسيته في طبيعته. في طبيعته ما فقتش بها قبل؟ لا ما فقتش بها بل خاطر ما عندوش ما خدني نورمال ما فهميش يعني حكايه هذيا فهمتني. عندي يعني صغيري الرابع هذيا فهميش الحكايه هذيا نتاع الخلطه هذيا ويمشي ما عشت نورمال ولبس عليه وما عندي حتى شيء ما عمري جيت غضبانة لدارنا ما عمري حتى شيء. وقتها صار الطلاق؟ صار الطلاق 28/10/2013. 10/2013 كيفاش سمعت؟ سمعت كي جبت الحكم من مدني خاطر عاملوا في جرجيس الحكم. هو طلقك كنت ما في بالك شو انت تعيش معاه؟ جيت نشوف الحكم نلقاه من 2012 مطلقني وهو عايش معايا جايبه منه صغيري الاخراني هذا. واجهته؟ بالطبيعة واجهته قال لي ما مش صحيح خاطر ما في بالوش بيا لي انا جبت الحكم. قال لي ما هوش صحيح وغلط وزيد ثبت روحك. قلت له لا يعني هو قال لي برا امشي اجبد ما هو تلقى روحك تلقى. وشنو كان وقع الصدمة عليك كي سمعت بالاخبار هذا؟ شنو اللي صار لك انت كامرأة؟ تصدمت وما تصدمش انا توا في حال نفسي يعني كامرأة ما عادش مجاهدة وكهو إيماني أخويا خاطر على خاطر ولادي فهمتني وش هذا عدى عليك العام هذا وداخل العام الثاني من 13/14 وما زلنا بشهر الأولى في 15 تعبت بالحق تعبت. شنو اللي تعبت؟ تعبت في ولادي ما همش مانيش معناتها 200 دينار ما تعمل لي حتى شيء. أنت تخدم ولا ما تخدمش؟ ما نخدمش أنا. تاخذ في النفقة نتاعك؟ يعطي في 200 دينار وساعات ينقص منها فهمتني وما تعمل لي في حتى شيء. وصغار ووضع ابوهم شنو اللي يقولوا شنو اللي يسالوا؟ ما يجيهمش ما يطلش؟ ما يطلش جنبي. اخر مره شاف فيها ولاد وقتاش؟ عنده حكايه 6/7 التالي خلى ولدي يحبي يعني توا يمشي ويتكلم. وصغارك شو يقولوا كي يسالوا على ابوهم؟
يحبوا يفهموا بوجهك. بابا نحبوا نكلموه ونحبوا الا ما نكلموهش فهمتني. اما ساعات نعجوا لهم في التليفون يكلموه ونقول لهم طنجي ما يجيهمش فهمتني. تعبت فيهم برشا، تعبت فيهم برشا. انا توا مع امي في بيت، يعني عايشه في بيت مع امي فهمتني. وضعيه ولادي ما تعجبش فهمتني. شنو اللي ما يعجبش؟ نفسانيين نفسانيين تمسوا بالضرب. انا عندي بنتي ما تقراش من قصه ما ابوها والضرب اللي ضرب فيها فيه، ولات يعني مريضه في نفسانيتها في قرايتها ما تقراش بكدا. يعني ولدي صغير كيف كيف مرضي بكالالجيكا نعاني فيه في الطب في السبيطارات بدويت. يعني ما نقدرش ساعات باش نشري دواء باش نعان باش نداوي فهمتني. ولادي الاخرين ما نقريهمش في تيديت، ونحبهم يقراو ونحبهم ناجحين ونحبهم يوصلوا ونحبهم تشوفي وضعيه تونس توا كيفاه. نحبهم يوصلوا لي نحبهم ناجحين نحبهم يقراو لي. كنت تتصور انه حياتك ربما باش تعمل المنعرج وباش تعيش اللي انت تحكي عليه توا؟ لا 13 سنه اللي كنت انت وياه لاباس وجايبه اربعه صغار وناوي على بناء مستقبل ودار وحياه. مستحيل مش كنت باش نتوقع الشيء اللي عمله لي هذا جملة. وشنو هو الدرس اللي خذيته من التجربة اللي عشتها من الحياة وأدراك ما الحياة ودروس الحياة؟ التجربة ماهيش باهية حتى طرف. شنو اللي علمت فيك؟ علمت فيا برشا حاجات. شنو اللي خليتك تحس؟ شنو اللي بدل في معاملاتك مع الناس ومع الرجال بالأساس؟ بالنسبة للرجال في وقتنا توا مستعدة تبني حياة مع رجل آخر؟ والله ممكن اي ممكن لا. علاش اي وعلاش لا؟ اللي خاطر ولادي هذه يعني اول حاجه. فهم شوف شكون باش يقبل لي اربع صغار ومستحيل باش نعود على ولادي. نتصور نعيش هكا انا ولادي نكبر ولادي نقري ولادي نتلهي بيهم. واي اذا توفر شنو؟ واي اذا لقيت انسان يفهم ويفهمني. وبالنسبه لبوهم حكيت ربما اذا فما امكانيه باش يرجع ترجع على خاطر صغارك. هذيك صعيبة شوي. علاش؟ أنا ما نرجعش معاه خاطر عنفني برشا وضربني برشا. مالي علاش قلت هكا في الروبورتاج؟ أنا خزرت بنظرة كبيرة على خاطر رغم التعنيف ورغم الضرب ورغم اللي عانيته ورغم اللي حسيته ورغم تلاقي وأنت ما في بالكش وجبت منه صغير وأنت مطلقة ورغم هذا الكل تقول نرجع على خاطر وليتي. علاش بدلت رايك من الروبورتاج لتوا خاطر صورنا عندنا مده كنا؟ اي ليه ما نرجعلوش؟ فما احداث جديده بدلت؟ في نظرتي انا يعني قلتها يعني ذكرى في الروبورتاج خاطر ولدي ما يحبهاش كلمه ما نرجعش فهمتني. ماذا بيه على خاطر اولادك واولادك معاك في التصوير؟ في التصوير ولدي ديما يقول لي باش ترجع لبابا. عايشين على الامل هذاك ومن حقهم انهم يتربوا في اسره اكيليبغي متوازنه بين ام وبو. ما حبش يفهمها الوضعيه هذيا. ما خسرش لولاده فهمتني. وسبب اللي حطمته هو هي المراه هذه اللي خذاها. خذيها مراه اخرى؟ خذيها مراه اخرى. بعد قداش مده تلاق؟ حكيت شهرين ثلاثة اشهر. خذيها مراه ما بتاش برشا. فيسع يعني. وجاب منها صغير المراه الثانيه؟ لا ما جابش منها صغير. حسيت بالغيره من انه مراه فكت لك بلاصتك وفكت بلاصت ولادك؟ مش برشا ما حسيتش برشا خاطر ما شنو هي مش برشا؟ لا بالحق. بالحق؟ والله ما يعني نورمال. ما غادتكش بلاصتك بلاصت ولادك من حقك؟ خاطر عندي امل شويه خاطر ممكن نقول يرجع لولاده ممكن نقول لهم. وشنو اللي خلاه ربما يختار المراه الاخرى عليك انت؟ بعد 13 سنه عرس. هذيك هي اللي اصغر اشب ليه في بالنسبه للشاب واصغر ربما هذوما المعايير نتاع الرجل ساعات تقول هي اكبر من النساء اللي خذاها اكبر مني بثلاث سنين فهمتني. واشب ماهيش شبيبه. مال علاش اختارها حسب رايك؟ هذيك اللي ما حبش تدخل المخ. ما خذتهاش تفسير. ما خذتهاش تفسير. برشا شيء ما تلقاهاش تفسير. خلينا نستقبل بعدها درساف اليعقوبي رئيس جمعيه المسانده الخيريه حي الهلال. مرحبا درساف. هلا حبيبي. الحمد لله. عندك شي تفسير انت على الحكايه؟ والله هي انت من اكثر متلاقذ شويه راه. علاش؟ خاطر هي تحب ترجع له. قلت لها انا حشمت هي توا تقول لك العباد تقول لك بعد العمل فيها هذا الكل. بالعكس بها قالت نرجع له. ما هي مسكينه تتمنى ترجع له وتتمنى تلم اولادها. قالت لك معناها هي حياتها وقفت هنا راه. هي حياتها كمراه باش تاخذ راجل اخر وتعاود تعرس. لا على خاطر اربع صغار. أربعة ما فماش راجل نسا وش يقبلها بأربعة صغار. أون بليس هما نفسانيتهم معناها هما يحبوا أبوهم وهي ديما معناها تحكي لهم بالباهي على أبوهم. تعرف سامحني أنا وقت اللي نمنتيو في الليليمون
كبرت في عيني برشا وقت اللي قلت انا نجي نتحدى المراه الثانيه اللي خذاها ونحب نرجع راجلي. ندخل في مناظره انا وياها ويا غالب يا مغلوب. علاش؟ على خاطر الاربعه صغار. ومن حقك على خاطر المصير نتاع اولادك متحدد برؤيتك انت وبقدرتك في انك تفك راجلك باش ترجع توازن اولادك، مش على خاطرك. خاطر نتصور الجرح اللي صار بينك وبينه اكبر من انه ترجع علاقه، لكن على خاطر اولادها، وهذا اللي خلاها تكون موجوده معنا. هذه الفراده ربما في الحاله نتاعها. دوك انت متابعه لها لوضعيتها والبرشا حالات في حي هلال. ماذا بيك انت تعطي لي لمحه على الوضعيه نتاعك؟ وسائل الاتصال ماذا بينا كان تقعد دور بوكل، ربما الناس تحب تعاون الحالات اللي موجوده واللي انت تتبع فيها واللي ربما زاد وقفت الزنقه بالهرب ما عادش لاقيه معاهم حتى حل. برشا عنا برشا حالات، برشا توا في حي هلال قاعدين معناها على الادمان، الادمان وما ادراك ما الادمان. احكي لي على الحاله اللي كانت موجوده معانا. مهدي احنا من خلال البرنامج الزوز حالات اللي تعداوا معانا بعثناهم للمركز نتاع صفاقس والزوز تعالجوا. واحد قاعد يتعالج، واحد سيد بربي نحب نتوجه بالشكر لمراه من فرنسا تفرجت في الحاله نتاع مهدي. لا وطل... نتاع اسمه خالد. انا كثرت علي الحالات لكن نعرف اللي حاله برشة. ادمان طلبتني وقالت راه نحب نتبنى الحاله نتاعك باش نعمل. قلت لها تكلم زياد الذويدي اللي هو رئيس مركز الادمان بصفاقس تصب الفلوس غاديكا. صبت الفلوس، كلمنا فما هكا واحد قريف وقتها على البوسطه وحديت كل شيء ووصلت الفلوس وتوا قاعد يتعالج. لهم اتصلت بسي زياد سي بو قاعد يتعالج وقابل. بالنسبه لمهدي زاد القاوه هكا عنده الحب ماني يحب يبرا. هما اللي جاوا الكل عندهم رغبه واستعداد في انهم يبرا. كل هما ناس معناها غلطوا شدت فيهم معناها الكل يحبوا يبراو. انا اللي لمسته في المجموعه الكبيره برشا اللي عندنا نتاع الادمان الكل يحبوا يبراو والكل يحب يراو حياتهم. تو مهدي كنت راه مهدي ما تعقلوش مهدي ولا يغزر اي حياه جديده. اعطيني الشهاده نتاعك خاطر انت ما كنتش موجوده معنا وبالتالي انت بعيده كرئيس جمعيه للحياه. انت كيما نقولوا تعرف الشخص هذا ولد حومتك. شفتوا كيفاش كان وكيفاش تبدل بعد ما تعدل هنا في الناس. احكي لي كيفاش ولا تبارك الله عليه ولا ما عرفتوش شنو اللي تبدل؟ قتل الوجه ولا احمر ولا فما نبره نتاع صوت جديده؟ بارك الله عليه ولا ما عادش منزوي. يعطيكم الصحه ما قمنا بشيء فما فاعل خير. ما عادش منزوي، ما عادش ولا يحكي مع الناس. بالحق وقف معنا برشا. نحب نقدم تحيه كبيره لدكتور سيف اليعقوب. شخصيه مرحبا والله. قاعد يقول مجهودات جباره باش توصل اصوات الناس اللي معك باش تحاول انك تعاون ولو بجزء بسيط. هو هذه حاجه كبيره برشا قام بها البرنامج، وصل له صوته. انا نشكر البرنامج برشا، نشكرك انت برشا، نشكر خدمتنا في خدمتنا عمل جبار. وسائل الاتصال يفضلكم رئيس جمعيه المسانده الخيريه حي هلال قاعدين يدوروا اون بوكل. انا كي راه معناها مهدي في الحاله هذيك انا راه روحي تولت من جديد، راه روحي عملت حاجه، راه روحي هكا نولي حاجه معناها بون. خاطر عبد ضاع، عبد كان في شيء ولا في شيء مسكين راه ما يخرجش من الدار، كان منزوي، كان تحسه ميت معناها وحياه. مهدي ولا يحكي يقول لك انا نحب الدنيا، انا معناها ولا يدور مع اصحابه معناها مهدي ولا حاجه اخرى. بالنسبه زاد البخريس، خالد البخريس اتصلت به زاد اليوم خاطر انا نقعد نواكبهم خاطر نحس هما كان حاجه مني معناها الناس هذوك. اتصلت به عداوهولي كلمني قال لي معناها راني فرحان، سلم لي على مدام اميره على البرنامج معناها راضي. هو امنيه هما هذه امنيتهم، فما عباد عندها امنيه دار ما نعرفش شنو معناها كل واحد شنو امنيته. الناس هذوما امنيتهم يبراو 500 دينار وحلو فيها والحمد لله. فما شكون وهذا يزرع الامل هذايا في الناس هذوما باش يبناو حياه جديده. أي أي على خاطر الغلطه اوكي تعدات، لكن خلينا نغزر المستقبل كيفاش نبنيو المستقبل. الشيء هذا يزرع برشا امل في الحياه هذاك وفي برشا عباد. للناس اللي في حيك واللي ربما عندها ثقة فيك في أنك مش توصل أصواتها ولتو ما جاهم الدو وربما في الناس اللي ربما تجم تعاون هالعباد اللي تعاني. والله ماذا بينا اللي يتفرج في حالة ويحب يعاونها يحب يساعدها مرحبا بيه. معناها هذه حاجة معناها مصيرية، حاجة متاع حياة إنسان، متاع إنسان باش ترجع له حياته. وما ديجا يحكي معك يقول لك واحد يقول لك فقدت روحي، واحد يقول لك ما عادش عايش، واحد يقول لك كايني ميت، واحد يقول لك معناها أنت راك باش ترجع حياة الإنسان. وهذه معناها حاجة ماهيش صعيبة. 500 دينار بالنسبة هذوما المدمنين ماهيش صعيبة، معناها فما ناس ماهيش صعيبة عليهم. بالنسبة زادة ماذا بيا نطلب نداء للأخت اخت سونيا من غير ما نسميو الاسماء، ديما انا في الاسماء. محتاجه سونيا لا لا عاودت محتاجه. وليداتها صغيرين، البو 200 دينار وما تجيش حتى يتود للصغار. انا من الحكايه هذه كل نتمنى انه البو قاعد موجود معنا ماذا بيا يسمع ويرجع ولاده. ماذا بيا تقولوا كلمه
ربي يهديهم ولك ها والله كريمه المرض ديما عندي حتى دخل في هذيك هي دخلت وتخرج مش مشتقات. شكرا لك دكتور يعقوب رئيس جمعيه الانسان دار خيري على الحضور. مرحبا بك. شكرا لك يلا عايشك ربي معاك. مرحبا بك يلا عايشك مرحبا. هذه حكاية الدنيا حكاية الحياة. كل مرة نسمع حكاية نشوف في سكر العياري قاعد يضحك ما في ماذا بيا نعرف علاش قاعد يضحك. هذه هي الحياة يا غالب يا مغلوب يا تخليها تغلبك يا أنت تغلبها بشوية دهاء شوية دبلوماسية شوية ثقة في ربي وفي قضاء ربي وفي الحاجات اللي مكتوبة لنا نسعى ونحاربوا نفرضوا وأكيد باش نفكوا الحاجة اللي احنا نتمناها واللي احنا نحلموا بها. كيفاش تولي حياة إنسان خاصة كي تكون مرة وهي صغيرة وتلقى روحها متهمة في قضية قتل. تفاصيل الكل نشوفوها من خلال الروبورتاج وراجعين. تفضل. القتل أكبر جريمة يعاقب عليها القانون، كلمة يصعب حتى النطق بها على خاطر هي من أبشع أنواع الجرائم في الحياة البشرية، وخاصة إذا كان المتهم فيها فتاة. زعما شنو اللي يخلي فتاة في أوج الشباب تلقى روحها متهمة بقضية قتل؟ ملي عمري 17 سنة وأنا نعاني في المشاكل، كنت بصحبة واحد من بحذينا مغاديكا، تعاركت أنا وياه، قصيتها أنا وياه، أخي بابا ضرب، صارت عاركة ما بيناتنا، أختهم توفيت، بابا ضربها باش قف، أخي نهزت القضية، قلت أنا اللي ضربت، فمش بابا خفت على بابا على خدمته، خاطر بابا يخدم علينا، توفى بابا. توفى قبل ما نروح انا بشهر، ضحيت بشبابي، ضحيت بروحي، انا زدت عقدت من المجتمع كي خرجت، التجأت للمخدرات، نحب نعيش كيما العباد، كيما نشوف بنات خالاتي انا، نشوف فاميلتي كيفاش يدوروا، كيفاش يحوسوا، كيفاش يجبدوا شهراتهم، كيفاش ينظفوا رواحهم، كيفاش يلبسوا حوايج، انا حوايج ما عنديش، حوايج باش نلبسهم ما عنديش. مرحبا شنو اخوي قولي شنو حكايتك؟ لمحة فهمناها من خلال الروبورتاج على اساس انه الحكاية مربوطة ومتعلقة بقضية قتل. شكون اللي مات وشكون الضحية؟ ضحية انا. فوالا شنو الحكاية بالضبط؟ الحكاية كنت بصاحبة خوها انا، صارت مشاكل، خذيت قدمي خوي فضلك، خذيت على روحي، ما خلانيش نشوف حياتي، فهمتني، صارت مشاكل. قداش عمرك هذا؟ قداش عمرك؟ عمري 17 سنة. أنت وقتها خذيت 17 سنة؟ إيه. وأنت كنت مصوحبة شخص آخر وفضل لا. أنك؟ كنت مصوحبة قبل ما ناخو. إيه. كي هو مش باش يخوني مشيت شفت حياتي أنا. إيه. كي تختبت ما حربش خليني ناخو راجل حتى شيء. إيه. عطات ريحة وكل شيء، صارت مشاكل. تعاركت أنا وياه. فدارنا ما عادش نمشيلها. شو نقول لك آخر لين صارت تحت روح ضربها بابا والناس القاضية مشيت الحبس. وقتها عمرك قديش بالضبط؟ 20 سنة. صارت العركة هذية بوك ضرب شكون؟ ضرب طفلة. ماتت؟ باش ضربها؟ باش قف. باش قف متاع دبوزة؟ متاع دبوزة. ماتت بالوقت. علاش؟ 4 أيام وماتت. علاش أنت خذيت القرار باش تعترف بجريمة لم ترتكبها؟ علاش؟ على خاطر بابا هو اللي خدم علينا، عندي زخوات بنات أنا وأمي وظروفنا تعبة على الآخر، ما نجمش يمشي الحبس بابا، شكون باش يخدم علينا؟ وشكون اللي أقنعك ربما وإلا؟ لا ما أقنعني حتى واحد، وحدي. بدلك رأيك على أساس أنك أنت تتحمل وحدي. المسؤولية؟ وحدي. خذيت القرار وعن قناعة؟ عن قناعة. قديش عمرك توا؟ توا عمري 29 سنة. دونك انت دخلت للحبس تقريبا 20 سنة، بعد 9 سنين ندمت على بعد اللي عشته ندمت على القرار اللي خذيته عمرك 20 سنة؟ لا على خاطر بوك. على خاطر بابا. بوك كان يمشي لك للحبس ويزورك ويعرف ومتاكد مش انت اللي عملت العمله ولا مش انت اللي قتلت الروح، شنو كان يقول لك في كل مره؟ سامحني انا كريت عليك وانا جنيت عليك دخلت الحبس. قديش تحكمت من عام؟ تحكمت 20 سنة. قديش عديت منهم؟ عديت 6 ورا واحد. وقتاش خرجت؟ خرجت 2012 في تار العفو تشريع. وقت اللي خرجت شنو اللي حسيت بعد اللي كنت محكومة ب20 سنة تلقى روحك عديت 6 سنين وخرجت؟
والله فما نفس، فما امل، فما مستقبل ربما تفتح بالنسبه لك. شنو اللي حسيت؟ والله حسيت خرجت مريضه ساعه انا. علاش مريضه؟ نشفت بالعصا بالحبس. بالحبس شنو اللي عشته؟ عشت ايامات قاسيه ياسر. اصعب ما عشته؟ اصعب ما عشته وقت يموت بابا مازال شهر ونروح انا. سمعت الاخبار وانت في الحبس؟ وانا في الحبس. كيفاش جاك الاخبار؟ جاني جاو خرجوني، حضرت في التفينه نتاعو. وشنو اللي حسيت وشنو اللي عشت وانت خارجه من الحبس في الكهربه باش تمشي لتفينه بوك؟ تشويت 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 تشويت. وشنو اللي صار فيك بعد ما روحت ورجعت للحبس في البيت المسكره؟ في البيت مرضت بالعصاب. بالعصاب 6 سنين اللي تعدي، شنو اللي حفروا فيك؟ شنو اللي بدلوا فيك كمرا في الحبس؟ في الحبس ما عشتش كيما نديتي انا. شنو معناتها؟ ما عشتش كيما نديتي. شنو تقصد؟ عمري كل عديته في الحبس انا. شنو تقصد نديتك؟ تحب تتحب تخرج تخدم تفرهد تمشي تصيف؟ ما نخرجش بلي روحت ما خرجتش انا. علاش؟ ما درتش ما حوستش ما تفرهدتش كيما العبيد. خرجت متعقده انا نفسانيه. علاش؟ ما نجمتش نتفاعل مع المصاب. ما نجمتش تندمج وترجع في الحياه. ما نجمتش. علاش؟ نظره الناس، كلام الناس، كل النظره اللي كانت في الحبس قد تروح. كلام الناس. مشيت لطبيب نفساني حاولت انك تفهم وتعاود ترجع بشوي بشوي؟ تعاونت شويه؟ شو لا ما خرجش لتوين. من الدار ما تخرجش؟ ما نخرجش. كيفاش عايشه في عزله وحدك؟ في وحدي. وشكون اللي يقضي لك قضيتك؟ امي. عايشه انت وامك توا؟ انا وامي. وامك شنو وضعيتها؟ الصحيه النفسيه؟ لاباس. انت وياها وحدك؟ انا وياها وحد. كيفاش تعدي من النهار؟ انا ديما ريقت نشرب الدواء نرقد. يعني عشت محبوسه في حبس 6 سنين وخرجت من الحبس على اساس باش تعمل حياه تنطلق وتشوف حياتك وروحك محبوسه في بيت. عرست انا كي روحت من الحبس عرست. بشكون عرست؟ عرست بواحد تو كيف الحبس هو. علاش؟ قبل ما نوصل للحبس اللي خرجت واللي عرست بيه قصه حبك وتفوض خسار ما بيناتكم يعرفك؟ لي. كيفاش صار؟ نعرفوا يعرفني هو صغيره انا صغيره. اي وبعديك خذاني في سافيسا صار العرس؟ في سافيسا. في قداش من يوم؟ في 6 شهور. يعني قلت هاو ديجا الامل تحل. وشنو اللي صار بعد العرس؟ بعد العرس مشى للحبس راجلي برشا؟ 33 شهر. علاش شنو اللي صار؟ شنو عمل؟ ضرب واحد في وجهه. مات الرجل؟ لا شوه له وجهه؟ شوه له وجهه. وتلقى روحك مره اخرى وحدك؟ وحدي. وشنو اللي عمل فيك هذا؟ والله صدقني لا نخرج لا ندخل حتى شيء مريضه. وانت عروسه قداش سمحني تخلي الحبس؟ عروسه 9 8 شهور. واللي عشتوا هذا الكل وليت عندك نقاط استفهام عقده مع الحبس؟ عقده مع الحبس. شو يمثل لك الحبس؟ كي نقول لك الحبس اصعب حاجه. كلمه حبس راهو عندها معنى كبير عندي انا. شنو معناها عندك؟ حبس راهو شو معناتها؟ خاطر انا عشت دخلت الحبس ونعرف. اي بسط لي شو معناتها؟ شنو وقت نقول لك حبس شنو يجي في مخك مباشره؟ مغربي ما نحكيش علي حبس. مغربي ما نحبش حاجه ما تحبش تذكرها؟ تحب تمحيها من حياتك؟ تحب تمحيها. الست سنين تنجم تمسحهم من حياتك؟ ما نجمتش. حاولت ما نجمتش. فما صراع ما بين نتذكر ما نتذكرش، نحب ما نحبش. لقيت روحك ضايعه في الوسط. لقيت روحي ضايعه. شنو اللي حبيت تقول الليله للناس اللي تفرج فيك؟ تعاوني. انا وجهي مشوى، ما نجمش نجم نخدم. علاش وجهك مشوى؟ وجهي مشوى. باش؟ انا كنت نخدم في جبانه في الزين في الزوان. باش تعيش؟ باش نعيش. ما عنديش مورد رزق، ما عنديش باش نعيش. مطلب من عند الناس تعاوني. تخرجني من اللي انا فيه انا تو. ما تنجم تخرج من اللي انت فيه كان باستشاره وبمعيه اخصائي نفساني. يجم يخرجك ويجم يفهم شنو اللي انت قاعد صايره واللي قاعد صاير في وسطك بالحق. هالرفض والقبول بالتجربه نتاع الحبس تاثيراته عليك. خرجت من الحبس دخلت في حبس وفي عزله وحدك من المجتمع ونظره المجتمع، فما صراع كبير. خلينا نستقبل مع بعضنا الضيف هذا سي عبد الستار السحباني اخصائي في علم الاجتماع استاذ جامعي. مرحبا بك جارتنا البركه.
مرحبا سي عبد الستار. وانت بحال كل بركة. يعيشك سيدي. عايش. والله مرحبا. شرفني انك تكون موجود وناخذوا الرؤيه نتاعك وناخذوا كل التفاصيل بخصوص هالعينه. انا نقول هي حكايه انسانيه، لكن هي عينه تمثل برشا نساء ولا برشا رجال عاشوا اللي عاشته السيده هذه. هي خذيت على عاتقها مسؤوليه قضيه قتل وهي غير مذنبه في سن صغيره، عاشت اللي عاشته. السؤال اللي يفرض روحه، شنو الدوافع اللي ربما تخلي انسان يعترف بجريمه قتل؟ بجريمه قتل حتى انسان باش يقولها يخاف، جريمه قتل، قتل نفس بشريه. يبعنيك انسان يتخذ القرار هذا وهو لم يفعل شيء، علاش؟ شنو الدوافع؟ سؤالك مهم، لكن خليني تحكي معاه متوجه لها لها هي. انا نقول في الوضع هذا انك جيت لهنا هي بدايه شفاء ان شاء الله. اي لانك تجي لهنا يعني انك نحيت القناع. علاش؟ على خاطر كنت في وضعيه لبست قناع مش نتاعك، يعني اتقمصت جريمه وانت ما عملتهاش، ثم تحملت تبعاتها وانت ما تعرفش علاش، وكملت في الثنيه هذيك. في نهار من النهارات قلت انا ثم برنامج وناس احوال، جيت صحيح مغطيه شويه، لكن في قناعة نفسك من داخل قلت أنا يلزمني نخرج الشيء اللي عندي من داخل. وهذا أعتقد بداية أنه العلاج، لا مسألة مهمة وأساسية في العلاج. يعني أنت تو تحب تتخلص من القناع اللي عندك قديش من عام لبسته وقلت هذا مش متاعي، أنا حاجة أخرى. هذا هو اللي أنت تقول فيه مع روحك أنا مش هذا، أنا حاجة أخرى، أنا نستحق حياة أخرى. يعطيك الصحة. هذا هو لفت انك تجي هنا، يعني ثم رغبة قوية ياسر من داخلك باش تنحيك الماسك هذاك القناع اللي لبسته وجيت وقلت اي خليني. وهذه من العلامات الأولى والأساسية للشفاء. ونهنيك راس أختي، الأمور بشوية بشوية تو تتحسن. وأنا نحييك على الشجاعة هذه. لكن تجب تكون عندنا رغبة في الشفاء، لكن الرغبة وحدها ما تكفيش. شنو اللي يلزم يكون معك؟ يلزم ثم إطار مهم جدا بحذاك اللي يرافقك، اللي هو من خلال البرنامج هذا المجتمع المدني، جمعيات، علماء نفس يقعدوا معك ويحكيوا معك ويرافقوك بشوية 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 دداش كبر وعاش، وتو تعاود بالعكس ترجع لك الضحكة الحلوة ويرجع الأمل في الحياة. اي بالطبع هي تحب تندمج مع الناس وما نجمتش. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي تقلقني ويمكن تقلق السادة المستمعين الكل المتفرجين، هو كيفاش أنه إنسان ما عملش جريمة ويتقمص دور الضحية، دور جريمة، ثم أنه ثم المصالح المختصة اللي تعرف شكون عمل له وشكون ما عملش، وهذه تخليني انا في وضعيه في وضعيه ريب. طيب يعني نجم نعرفوا ثم بوليس سيانتيفيك نعرفوا كل شيء كيفاش وكيفاش عملت، ونعاودوا نشخصوا الجريمه ونعاودوا التشخيصات. يعني العمليه يعني كيفاش لبست القضيه وانت خاتيك والعامله تلاقي يدك لساقك، يعني فينو القضاء، فينو البحث، فينو المتابعه، هذه كل تجاوزناها. حبيت ندخل في السؤال كيفاش نركبوها. هذه مساله ثانيه. المساله الثالثه، انا مش ناخذ اللي قلته، ما عنديش علاش باش نقول لا ولا مش لا. علاش هالمراه هذه اتقمصت قناع ماهوش قناعها؟ هي قالت حمايه لبوها بما انه العائله الرئيسي للعائله، حبت تحمي بوها ومصالح العائله الكل، كانت هي الضحيه للجريمه اللي صارت. هذه علاش النجم احنا نتقمصوا ديما في القناعة، ناخذ قناع نتاع حاجه انا ما عملتهاش، لكن الطرف الاخر المقابل اش كان رايي؟ اش كان موقفه؟ قلت لها عائلتك كيفاش تعامل مع المساله هذه؟ غزر وقال بنتي عملت وذاك هو قد عايش على روحه وحتى لين توفى الله يرحمه. هي مسالتها قال بوها كان يجيب يقول في كل مره سامحني. هذه غير مبرر. هذا يعطيك الصحه. يعني العلاقه لهنا تقلبت نورمالمون، الاب هو اللي يحمي الابن، نلقاو الابنه تحمي الاب، ولهنا ما فهمتش علاش هالعلاقه المفصليه تقلبت ما بين الأب والابن، لكن ربما هي تفسيرها وهذا نحترمه أنه الأب هو العائل، صح؟ هو ما عندناش معطيات كبيرة
على العائلة هذه كيفاش تكونت كيفاش تركبت كيفاش تطورت وإلى غير ذلك، خاطر شنو فيها صغار وشنو مشاكلها إلى غير ذلك. لكن خليني نقول حاجة أخرى، صحيح أنه نجم أنا والسيدة حاضرة قالت أنا تقمصت جريمة فأنا ما عملتهاش من أجل حماية عائلة، وهنا يرجع الضغط. يعني إذا كان نقبل الخطاب هذا شنو نقول؟ إي نعم، قبلت ضغط، الضغط الاجتماعي، ضغط المجتمع، ضغط المجتمع. ولهنا هذه نقطة الاشتراك مع الحالة الأولى اللي حكي على المجتمع وضغط المجتمع ومصروف الدار والبيطالة وغيره وغيره وغيره. بون، هذا يبرر أم لا يبرر الحالات الاستثنائية والحكايات ومصير ما هنا الناس والعائلات؟ ما هنا نلقاو روحنا في قاعدين عايشين تناقض كبير برشا بين زوج مستويات. اللي هما؟ اللي هما احنا في مجتمع حديث لكن سلوكنا سلوك مجتمع تقليدي. وقت تحطهم مع بعضهم يصير الصراع. اي والنتيجه هو حالات كين هكايا. هو انه السيده تقول انا حاولت باش ننقذ عائلتي، لكن علاش صارت اللي عمل العمله ما خممش ينقذ عائلة نتاعو؟ فيكتيفمون هذه. لكن خلينا نغزر القدام توا من الحالات هذوما، هي حالات موجوده. وانا انا نحب نرحب بالساده الحاضرين الكل هنا ونرحب بال مرحبا. نحب نقول حاجه مهمه جدا. يظهر لي عملنا ثوره، والثوره هذه توا اللي عملناها خلينا نهزوا الغطاء على الاشياء اللي كانت محرمه وتابو وما نحبوش نغزروا لها وكذا وكذا. خلينا نراو روحنا كيف ما يلزم، مرايتنا، خلينا نغزروا روحنا في المرايه. راهو عندنا مشاكل في المجتمع بتاعنا، عندنا عنف، وكي نغزروا في المرايه بشفافيه نجموا نصلحوا؟ نصلحوا بالطبع، والنتيجه نشوفوها على مدى سنوات. ليه؟ على خاطر نصلحوا. علاش نصلحوا؟ على خاطر الاطراف المتدخله، الاطراف المتدخله ما عادش الدوله برك، الدوله قاصره، الدوله تجاوب على ما هو ماكرو لو ميكرو. ثم المجتمع المدني، المجتمع المدني بكل اطياف نتاعو بكل تشكلات نتاعو ندخلوا ونشوفوا اكل جزئياتك الصغيره، اكل الاشياء اللي تقلقنا وكلي يعني علاقه عرفت راجل ما عرفتش راجل ما عرفتش. تدعونا انه نراجعوا المنظومه التربويه والتعليميه، نراجعوا المنظومه الاعلاميه، هذا ديما انا نقولها كي نراجعوا اساليب حياتنا ونراجعوا اساسا الاشياء اللي نراو فيها في وقت من الاوقات اللي هي تخوفنا. لا توا دون فرونتال لازم نمشيو مباشره للمشاكل نتاعنا، خاطر اذا كان نشوفوا هالمشاكل هذه نجموا نعالجوها وفي المعالجه نتاعنا يخرجوا اعباد كذا. ونحب نقول لك في كلمه، في كلمه اللي الناس اللي عندهم مشاكل كين هكايا مهم جدا ويعطيهم الصحه انه يجي يكون عندي مشكله. راهو نهار اللي يكون عندي مشكله ينحي القناع ويخلي العباد الاخرين ينجموا يعاونوا باش ما يتعاودش نفس السيناريو اعاده انتاج نفس المشكله هذيك. شكرا سي عبد الستار السحباني اخصائي في علم الاجتماع واستاذ جامعي في الاجتماع على المعلومات هذه. مشكور سيدي، شكرا لك. مدام كلمه الختام اللي تقولها للناس اللي ربما عاشت نفس الوضعيه هذه، وانت اليوم بعد الكلام اللي سمعته تحس روحك انه ضحيه قرار خذيته ربما عن طيش ربما عن قناعه في سن العشرين سنه؟ ندمه ولا مش ندمه؟ لا لا، نتمنى لك الشفاء، نتمنى لك الاندماج وكل المستقبل الزاهر ليك، وان شاء الله راجلك يخرج وان شاء الله تعمل اسره سويه. مرحبا بك يلا، تحيه كبيره ليك. مرحبا. شكري العياري كوتش البرنامج مدرب مختص في التنميه البشريه، مرحبا بك. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. حكايات مختلفه متعدده وعندك ما تقول بخصوص كما دامنا في الناس احوال أميرة طبيعي كل شيء. نحب نسلم عليك ونسلم على الجمهور الحاضر وعلى ليكيب تكنيك. مرحبا. وعلى الناس اللي يتفرجوا فينا في داخل تونس وخارجها. خارج تونس زادة؟ خارج تونس يكلموا فينا برشا. زادتك اتصالات؟ أي هذا اللي حاسس به. منين؟ والله موجودة من الجزائر، من الإمارات، من المغرب، من ليبيا موجودة. شو يقولوا؟ والله قاعدين معناها الحقيقة ينوهوا بالمجهودات المبذولة في البرنامج هذايا، وقاعدين يحبوا يتفاعلوا. يعطيوا اراهم، يبعثوا لي دي ميساج حاجه. مرحبا بالناس الكل اللي تواصلت مع شكر العيار. بارك الله فيك. مرحبا بكم، نورتونا. باهي أميرة، قبل ما نبدا نحب نعطي ملاحظه، خاطر اول ثم كلام تقال في اول لقاء نحب نعطي راي فيه. تكلمتوا على المثليه الجنسيه. ومع الشاب اللي هو شاب كان
ضيفك يقول انه الجمعيه العالميه للمثليه الجنسيه تعتبر انه المثليه الجنسيه عاديه وكل انسان نجم يكون مثليه والمثليه ماهيش مرض. هذا كلام ماهوش صحيح. المثليه الجنسيه مرض برأي العلم والدين، وما ثم حتى اختلاف برأي الدين، هو انحراف سلوكي. وذلك اللي خذيناه من خلال الشيخ إبراهيم الشيبي، ورجعنا وقلنا حتى لو المنظمة العالمية اعتبرته سلوك عادي، احنا مجتمع مسلم، مجتمع عندنا ضوابط، عندنا دين حنيف يقول هذا وهذا وهذا، ما فيش حتى فصل. خاطر هكا نسهلوا العملية للشباب والناس اللي يتفرجوا انه حاجة عادية، هذا انحراف وشذوذ أخلاقي وقيمي وسلوكي كبير برش. والعلم يتفق مع الدين، هذا الدين يقول انحراف قيمي، العلم يقول انحراف في الطبيعة الإنسانية، اللي المفروض راجل مع امرأة وامرأة مع رجل وليس العكس. إذا هو نوع من الشذوذ والانحراف اللي عنده مؤثرات أكيد خارجية، ونجم نقول كل شيء وعشت في ظروف مزمرة وكل شيء، ولكن هذا لا يبرر، لا يبرر ذاك. وديجا أغنى البلدان في العالم اليوم البي سكانديناف، اليوم أكثر ناس مصابين بالشذوذ. هذا بالعكس الأغنى البلدان في العالم الكل اليوم، حتى في الهابينس ريبورت التقرير العالمي للسعادة يصنفهم من ضمن الناس مع الناس، لكن مصابين أكثر أنواع الانحراف تلقى عندهم، أكثر أنواع الانتحار موجود عندهم، وأكثر الشذوذ موجود رغم الفلوس موجودة. لهذا الفقر عمره ما يبرر حتى شذوذ. الشذوذ شذوذ، والرسالة القويمة هي خط قويم لا حيد عنه. إذا لا فرق بين العلم والدين، هذا مرض. المنظمة الصحة العالمية تعتبر أنه المريض ليس مريض جسدي فقط، إنما يكون مريض أيضا، معناها الصحيح يكون صحيح جسديا ونفسيا. لكن السؤال اللي ربما يبقي يتبادر في ذهني هو، قال عندي نية باش نبرى، عندي نية باش نرجع لطريق صحيح، باش نرجع لحياة سليمة. شفنا رأي الدين وقال التوبة تجوز، تجب ما قبلها بالضبط طبيعي. وقال الطبيب إذا هو عنده النية والإرادة يجم يبرأ، وبالتالي فما أمل في أنه الناس هذه ولا غيره من الحالات اللي شافت روحها فيه تجم تبرأ وتبدأ حياة جديدة. يعطيك صحة أميرة. كل إنسان مهما كانت العمر متاعه، إذا كان فاق بالخطأ متاعه وصار له ديكليك، وصار له ديكليك ونجم يعلن توبته، الروح قبل كل شيء يعود علاقته مع ذاته، مع روحه، ثم مع علاقته مع الآخرين، وبعد علاقته مع خالقه. أهم شيء إذا من شروط التوبة شنية؟ هو عدم العود، إنك ما ترجعش. سيدة ذي كل ما يحب يعود إنما هو يرجع. والمصيبة إنه دائما يلقي اللوم، يلعب دور ضحية على الآخرين، بينما هو كما قلت قبيلة فعل. إنه يجذب، لأنه بما أنك أنت تكون ترافيستي وأنت تلبس كذا وأنت تتصرف كذا، ثم إنك توحي لغيرك بأنك معناها من نوع هذا، وبالتالي تعطي انطباع خاطئ. لهذا كل إنسان في أي مرحلة إذا كان حددت الهدف نتاعك بدقة وحسيت إنك عملت غلطة، أعمل وقفة تأمل، أقف مع روحك، شوف شنو صحيح وشنو غلط، ربما بالنسبه للحاله نتاع السيد اللي تعدى حتى كي وقت اللي حكيت معاه حسيته انه ربما يظهر 28 سنه، لكن وقت تحكي معاه تحسه انسان ما عنده حتى خبره حتى تجربه، مش فاهم فين باش يمشي فين باش يجي. انت تقول له كلمه يتبعك، هذا يقول له كلمه يتبعك، هذا يقول له كلمه يتبعك، ولهنا ربما يرجع لدور العائله اللي كان مفقود واللي كان غايب واللي لوج عليه من خلال فلان والا فلتان. اي انسان يجذبه الا يقول له ايجا فما طريق التوبه، ارجع تبع، يمشي ويكبس فيه ويلقى الصدمه. ولهنا ترجع للخيارات، للقناعات، فينك انت، فين تفكيرك، فين الهدف نتاعك. بالضبط، بالتعقيب على اللي قلته كلام صحيح برشا، انه الشخص هذا مصاب بالهشاشه العاطفيه، معناها ثم هشاشه روحيه وعاطفيه، معناها فراجيليتي ايموشنيل وسبيريتويل كبيره برشا. هذا علاش نتيجه تربيته الاولى منذ الصغر والسمات القاعديه نتاع الشخصيه اللي تتبنى من عميل 7 سنين ما خداهاش. رجل معناها عاش في وسط مضطرب، عاش في محيط معناها مناخ متكدر، هذا باش ينعكس سلبا عليه باعتبار انه اي مؤثر خارجي نجم ياثر فيه. كانت تفكر امير حكينا على المناعه الجسديه والمناعه النفسيه والمناعه الروحيه. اذا كانت تاثر في اولادنا اليوم القيم والاخلاق وتاثر فيهم السلوك القويم وتكون انت كولي قدوه ويحتذيوا بيك، هذا ماهوش دور العائله بركه، دور المدرسه، دور المنظومه التربويه، دور الاعلام اللي قاعدين قايمين دوا، واللي هو مرفق عام نتوجهوا به الكفت اللي يتفرجوا فينا توا، ونقولوا دوركم يا عائلات كبير برشا لصغاركم، انكم تربيوهم على النهج السليم. راهو بعد مهما خذاه اذا كان قوي وربيته على القياده
وربيته على الثقه بالنفس وربيته على القوه الباطنيه. ما عادش تخاف عليه وما عادش يتزعزع. اما شفته الوليد مسكين اقل كلمه تاثر فيه. هو في جغرافيا المنطقه الفارغه هي عرضه للرياح. كيبدا الانسان فارغ من داخل عرضه للتاثيرات الخارجيه. لهذا مش نجم واميره نبعد على التاثيرات الخارجيه. نحدد بالضبط اهدافي. انا متزوج ونحب نجيب صغير. انت باش تنتج انسان لهالبشر شنو حضرت له بالضبط؟ شنو التربيه اللي باش تقوم بها؟ شنو الافاق؟ ساعات البولوم تقاوم مش متفقين على مرجعيه التربيه باش يربيوهم صغارهم. قاموا يعرسوا مش فاهمين شنو باش يجيبوا. باش تنتجوا انسان لهالكون هذايا حضر له تربيه قويمه، حضر له منهج سليم، حضر له قدره على القياده، حضر له ثقه بالنفس. هكا نجموا نبنيوا اجيال قادره على الاطلاع بمسؤولياتها الانسانيه فضلا على التاريخيه. هذه يتطلب مجهودات كبيره. اول حاجه تخطط لحياتك، تحط الاهداف نتاعك، تركز على شنو تحبه بالضبط. احنا مشاكلنا الكل ان نركز على ما لا نريد ولا نركز على ما نريد. وتعقيبا على الكلام شنو اللي نحبه؟ شفنا القضيه نتاع القتل والا الشابه والا المراه اللي في سن 20 سنه تحملت مسؤوليه عائلتها، حمات هي العائله وكانت هي ضحيه القرار خذته 20 سنه. تحملت المسؤوليه وهاك شفت فين وصلت وتوا نادمه ماهيش نادمه، هي بيدها في اضطراب. وانت قلت لها قبيله شنو الحبس؟ قالت لك ما نجمش نحكي. خاطر الست سنين اللي تعداو في السجن تعداو امر ما ثم. واحنا نعرف اخر تقرير تعمل المفوضيه العليا تقول انه الاكتظاظ في السجون اميره. راهو في السجن دخلوا شبه منحرف يخرج منحرف ساعات. معناها يدخل انسان المفروض هي مؤسسات السجنيه للاصلاح. المؤسسات السجنيه ليست للردع والعقاب فقط، لهذا لابد توفير مناخات الاصلاح. يعني علموا صنعه، علموا رياضه، طور له قدراته، نمي مهاراته حتى لو كان في السجن، ما تعاقبوش وتزيد تخرجه من شبه منحرف الى منحرف تام. المؤسسات السجنيه محتاجه الى مزيد المراجعه، توا حاليا قاعدين يخدموا عليها في خدمه كبيره. نتمناو يا اميره انه كي يدخل انسان للسجن يصلحوا بالمجد، مش يخرج وهو في غربه مع عائلته، هو مسكر غير قادر على الاندماج مع المجتمع. طبيعي غير قادره على الاندماج. قلت لها نحب الست سنين، قالت لي نحب نفسخ. تحب تفسخ الست سنين من حياتها من مخيلتها. شوف الله اعلم شنو اللي حاسس، ما حبيش نزيد نبربش اكثر على خاطر فما وجيعه كبيره ورا ست سنين. وبالتالي انا احترم فيها انها ما حبش تتكلم. لكن لهنا زاد مشكله الاندماج، مشكله الضحيه، مشكله هالاشخاص اللي هما مفعول بهم في الدنيا وفي الحياه، وبعد تلقاهم في وضعيه كيما هكا. كيما المراه الثانيه اللي عندها اربع صغار تلقى روحها شخص مفعول به. مراه اخرى جات فكت البلاصه خليتها هي واربع صغار على الردة كما نقولوا، قاعدة تحاول كيفاش باش تعيش باش توكل الأولاد مضطربين نفسانيا، هي زادة مضطربة نفسانيا، تحب تسترجع رجلها، مستحية وإلا فما استحياء من أنها تقول بالصوت العالي أرجع لي على خاطر أولادك. وبالتالي لهنا بقينا ديما في دور الضحية، دور المفعول به. هذه عينات لكن هذا اللي نشوف فيه في مجتمعاتنا اليوم. هذا موجود الحقيقة في مجتمعاتنا بصفة غريبة، وحالات الطلاق ولا حتى الفراق العاطفي موجود. تقريبا أكثر من 12,000 قضية تقدم المحاكم التونسية في الطلاق. تونس الرابعة يعني في الطلاق. نسب الطلاق هي عديد، لانه قبل ما يدخل المشروع الزواج، ودي بنأكد عليه يا اميره، قبل ما يعرفوش شنو مشروع الزواج وما يعرفوش اختيار الشريك وما حطوش ساقيهم على اساس صحيح. يعني سمح لي 13 سنه غير كافيه باش انك تعرف الشخص اللي معاك يقدر يسونك، يقدر يحفظك، يحفظ اولادك. المفروض كافيه. وفي 13 سنه تجم يطلقك وانت ما تفيقش اللي انت مطلقه وتجيب منه صغير. هذا هو هذا. يعني 13 سنه غير كافيه باش تعرف انت مع شكون قاعده تتعامل. هذا سؤال مطروح. مسؤوليه متحمله من زوز. لازمك تطرحوا اميره السؤال هذا. علاش؟ خاطر كل واحد يجينا لهنا يحط الفيرسيون نتاعو هو، يحط شنو هو قال، لكن ربما الطرف الغائب ما نعرفوش شنو روايته، لهذا ناخذوا ديما. لكن انا اعتمادا واستنادا الى جمعيات، ما ناخذش حالات هكاك فراده. أي. نرجع للجمعيه، نرجع للستوريك نتاع الجمعيه. لا، ما تنساش الجمعيه على الميدان تمشي. أي. وتشوف وتتبع. يعني حتى الحكايه اللي نعرفها نجم نقول 80% من الحكايه راهي صحيحه. عن كل حال احنا ديما نقولوا راك باش تنجح في حياتك، اول حاجه تحمل مسؤوليه حياتك كامله. ما تلعب ليش دور الضحية. تنجم تجيب الصغير الأول تفيق اللي راجلك مش كذا، باقي تكمل تجيب الثاني والثالث والرابع يا أميرة، وبعد 12 سنة تفيق اللي هو كذا، وبعد تحب تسترجع وتعمل في مجهودات. يعني مجهودات على ذكر برشي. على ذكر العلاقة بين الرجل والمرأة، كي المرأة تعرف أن رجلها يخون فيها. أي. وتقبل وتسكت وما تواجهش على أساس أنه عندي صغيرات، شنو السلوك الصحيح باش المرأة تجب تستحفظ على رجلها، على حياتها، وعلى استقرار الدار؟ يعني هي سكتت وقالت ميساج على خاطر داري وصغاري وشوف العاقبه فين. شنو هو
ردة الفعل اللي يلزمها تكون موجودة من قبل المرأة؟ باهي، في العلاقة الزوجية في السلوكات ثم نوعين، ثم المتغيرات وثم الثوابت. نجم نغفر لك المتغيرات يا أميرة، حاجات صغيرة تعملهم ما تفوش ما تفهموش على حاجة قمت، لكن ثم ثوابت. خطوط حمراء. خطوط حمراء، الخيانة أعتقد أنها من الخطوط الحمراء اللي الحقيقة ما يلزمش واحد يمر عليها مر الكرامة، ولو أنه الكرام حينما يمرون يسلمون، إنما هو مرور اللئام وليس الكرام. هو المثل العربي روى معمول خطأ ذي، ربما تنرجعوا له في حلقة أخرى. إذن لابد أنه حينما تشهد المرأة ثم خيانة معينة لابد تتوقف، تتوقف مش توقف حياتها، أما تعطي إنذار شديد اللهجة. بمعنى بمعنى بسطوها للناس لنساء، خاطر تعرف هذا اللي نشوف فيه ونسمع فيه، برشا نساء مكويين بنار هالخيانه، والا برشا رجال مكويين بنار الخيانه. ليه للحياه يعني لا فيرسيون هذه ولينا نسمعوها اليوم في مجتمعاتنا، والراجل يعرف ويسكت والمراه تعرف وتسكت، علاش وصلنا هك؟ وصلنا هكا لاعتبارات عديده، اول حاجه ضعف الوازع الاخلاقي والقيمي، ثاني حاجه المؤثرات الاعلاميه، رابع حاجه واكثر واحد توا يخون في العالم هو الفيسبوك. ايه بالضبط، علاقات افتراضيه وتشات يا ودنيا وعالم اخر افتراضي، الراجل عايش مع اربعه وخمس، ساعات المراه عايشه مع اربعه وخمس، اسيل مثلا كيما موجوده عند الراجل موجوده عند المراه. تبدا علاقه افتراضيه عن طريق كما قلت انت هالمحامي الالكترونيه والا المواقع الالكترونيه، رده الفعل نتاع المراه على اساس انه راهو خط احمر كيف كيف. أي. كما يكون فيرتوال والا كما يكون ريال بالضبط. أي. أي. نفس ردة الفعل، هو خيانة 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 خيانة، حتى وان كانت يعني النية خيانة، انما بدات النية وقوة النية ذا باور اوف، عندها قوة برشا النية، وقت تنوي النية ليست مجرد قول انما هو عمل موصول بالقلب مقتنع به. انت شفت الحكاية دي وتحب زوجك وتحب تحافظ عليك، ايش تعمل؟ تفضل، اول حاجة ما خيرش من الكوميونيكاسيون افيكاس، اول حاجة نحكي معك، معناها ما تظهرش انك عديتها عليا ولا انا عديت، اجا نحكيو في الموضوع راني فقت، وما تحاولش بالضبط انا شنو مقصر في حقك ولا انا شنو مقصر في حقك، خاطر تنجم المراه زادت تخون كثيرا من المراه تخون. اذا يراوغ ولا تراوغ، اذا يرفض ولا هي ترفض لكوميونيكاسيون والتحاور، شنو نعملوا؟ اذا رفض التواصل فماشي واحد من العائله اللي هو مؤثر ربما من اهل الحكمه والصبر اللي نجم يقضي ونجم ياثر على البارتنير بتاعك، ينجم نحاولوا زاده نستدعوه باش ما ننفضوش عروه الزواج، هو ميثاق غليظ، والفشل بتاع الزواج هو فشل اسره، وبالتالي باش يخلف صغار ويخلف مشاكل. اول حاجه نحاولوا ننتشلوه المصارحه، الكوميونيكاسيون، التواصل، الاستعانه بالخبرات، الاستشاره، الاستخاره، ثم اذا كان ما لقيناش حل نهاية مؤلمة خير من ألم بلا نهاية. تدادي غطلاق أحسن حل. أنا والله ما نحبش برشا طلاق، ولو أنه ساعات يكون حل، لكنه أبغض الحلال. بما أنه أبغض الحلال نمشي له، إذا كانت سدت قدامي كل الأبواب وتسدت والطرق، قدامي كل الأبواب، وقتها نقول أنا بريء من ذنبك، وأنا نختار حياتي نعيش في استقرار مع صغاري ونربيهم متناغم معهم، خير من اللي نعيش في صراع وخلاف وخيانات. تعرف تأكيدا لكلامك، مؤخرا شفت على باش فيسبوك وأخيرا اتطلقت، فما سيدة حتى خبزة جاتو ومحتفلة احتفال كبير وكاتب عليها وأخيرا اتطلق. يعني وصلنا بالحق للمعايير هذه، للمقاييس هذه اليوم في مجتمعاتنا. أي موجود أميرة الحكاية هذه، أنه الطلاق كما هو نعتبره حل سلبي، ثم شكون يعتبره حل ايجابي، المعضله كبيره، وكما قلت لك النهايه قد تؤلم نهار الناس الكل قاعده تضحك في الكواليس على الحكايات هذه، خاطر تمس الناس الكل بدون الناس استثناء. وربما تنخصوا لها حلقه اميره، خاطر مهم برشا انه نوعي ونبعثوا موجه ايجابيه للشعب المعطاء الودود الزهواني، اللي تحاول بعض القوى الطارده للخير باش تردهم في عالي وعدواني، قولوا له مازال الخير القدام، المهم حافظ على القيم نتاعك، اصل جذورك. لكن للاسف هذه سيمه اليوم انه شعب بالحق ولينا انفعالي وعدواني، العباد الكل مكشبره، العباد الكل فاقده الامل، العباد الكل على اعصابها، العباد الكل متشنجه، العباد الكل عندها نظريه المؤامره في انه الشخص المقابل لها راهو ناوي على ضرر، ناوي على عمله، بالتالي البياض وكالصفاء ما بين الناس ما هوش موجود. تبارك عليه ولا علاش؟ خاطر الطاقه السلبيه عندها ذبذبات، الذبذبات هي معديه، وقت تنتشر الذبذبات يا اميره تعدي غيرها وتعدي، اذا كان انا ما عنديش الثقه فيك ونرسل لك ذبذباتك، انت سيستيماتيكمون باش يولي ما عندكش ثقه فيا ونرسل الذبذبات، اما كي نرسل حسن النيه والرضا الداخلي والصفاء الباطني، انت بيدك، حتى اذا كان نيتك مقعمزه شويه طاقتي الايجابيه باش تغلب طاقتي السلبيه، تلقى روحك في الفريكونس نتاعي، نعدوا الفريكونس نتاعنا الكل، نعدوا الموجه نتاعنا
باش نشوفوا قناة جميلة برشا، نعدلوا قناتنا على الصفاء وعلى القيم وعلى الإيثار على المحبة على التعاون على كل القيم النبيلة، وهكا نجم نطور قدراتي وننمي مهاراتي ونستمتع بحياتي. شكرا لك في البرنامج. شكرا عياري، مرحبا بك، مشكور على هالنصائح وعلى هالطاقة الإيجابية اللي قلتها. تعديت معنا ثلاث حكايات إنسانية، ما نعرفش كل واحد وعنده رؤيته، كل واحد عنده نظرته، كل واحد عنده فكرته في الحكاية هذه، لكن نرجع ونقول اللي احنا مجتمع عربي إسلامي لازمنا نحترم ديننا ومحلاه ديننا الحنيف على خاطر ينزه ويخلي الإنسان في أعلى مرتبة من المراتب الإنسانية، تكون فما راحة فما طمأنينة فما صفاء الروح، وإذا فما الصفاء هذية ينتشر ويعم على الناس الكل على كل وسائل الاتصال موضوع على ذمة الناس الكل في الناس حوال إن تبعثوها على 8-54-54 تكتب الحكاية الاسم واللقب الحكاية بصفة عامة، تجمو تبعثونا على الميل الناس حوال @tunisiatv.tn وإلا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك الناس حوال وإلا جوية بصغير لمؤسسة التلفزة التونسية شارع الجامعة العربية 1002 بلفدير تونس برنامج الناس حوال. تفاعلات كبيرة قاعدة نسمع فيها، فما اللي يشكر فما اللي يذم فما اللي حابب التوجه وفما اللي لا، على كل اللي يقولوا انها تجربة جديدة حكاية جديدة بدات في الناس حوال، احنا وكل الفريق اللي يخدم فيه نحاولوا في كل مرة باش نصلحوا باش نفهموا اثنية اللي احنا ماشيين فيها اكثر واكثر على اساس ان نقدموا منتوج اعلامي محترم لكل الناس اللي ندخلوا لديارها بكل احترام واجلال. ليتكم زينة، تبقوا على خير في الامان، باي. تحية للياس.